أجواء كتير حلوة. ونحن وين؟ نحن بالزوق. نحن نهار الأحد نهار رائع عظيم، موسيقى حلوة، الأجواء حلوة، وفي وراي أكثر من 85 ستاند. تخيلوا في عندكم اليوم تقريباً أكثر من 85 احتمال ضيعة تقدروا تزوروها بلبنان. أنتم موجودين هون بس بلا ما تهزوا. 85 عارض، 85 فارمر، 85 بروديوسر، 85 عائلة، 85 شخص مأمن بأمل بلبنان، ما استسلم، رح يكفي. في عنا ورانا غراض بتاخد العقل، خرج تروح لكل بلدان العالم، خرج تتصدر. في عنا مونة بس مش مونة تقليدية، في عنا زيت، عنا صابون، في عنا اشياء، في عنا خضرة، عنا اشياء بتاخد العقل. وكمان في اكل كتير طيب، بيناتهم كعكة، بيناتهم نقيش صاج. يعني اذا بدي اخبركم كل شيء شو بنترك لورا. مش بس هيك، اذا انتم جايين انتم وعيالكم، في عنا حيوانات، اكتيفيتيز للاولاد. الفكرة تبع هذا النهار كتير حلو، هو واحد يجي يتعلم، يتعلق بالارض، يشتري، يدعم، ينبسط، يحط الضحكة على وجهه ويرجع على البيت أحسن ما يقعد بالبيت بهمه وبمصايبه وبالنق بالبيت. نحن مع مين؟ معي. هلو هلو. نحن وين؟ نحن على نيتشر عندك. يس. يلا معك. نحن عنا هلا أنه بنيتشر بالكسليك مثل ما حكينا، ناطرينكم الاثنين على الأربعة. ما رأيت شو أنتوني قال، في 85 فارمر رح نبرم عليهم كلهم، كثير منهم تعرفنا عليهم بالسورتيات معك، فمشكلك إنك عرفنا عليهم. ونفس الوقت هيدي طريقة عن جد لنساعد اللبنانية اللي بعدهم مأمنين بالبلد، كثير عم يقطعوا بظروف صعبة. يعني نحن عايشين معهم كل يوم، ما فيكم تتخيلوا الدولار شو عم بيعمل بالسمول بروديوسرز. فنحن عاملين هذا المعرض كرمالهم، وكرمال كل حدا طلع باله يغير شوي، هيدي الطريقة ليغير. ما كان نقول قصص مثل ما هي. اليوم نيتشر ليش طلعت بهذا القرار وليش عملتوا هيدا الصوت؟ مثل ما هي. هيدا القرار طلعنا مع أنطوني عمليا، انه نحن بدنا قد ما فينا. ما انت قلت لي مثل ما هي. ما عرفت انه لايف. فالفكره هي انه في كثير من الناس نحن بنشتغل معهم يوميا، فارمرز، بروديوسرز، بيعملوا خضره، كل هاللي رح تشوفونا هلا عم بيواجهوا مشاكل. يعني نحن حبينا نكون ما يكون في ميدلمان، يعني يتعرفوا يجوا دايركتلي يبيعوا للناس اللي بيشتروا منهم. هيدي الفكره منا، تنقدر قد ما فينا نساعد ليخلوا الناس واقفين على اجريهم، كمان نساعد الناس اللي بتبيع. وشغله كثير مهمه عم نقولها دائما كل ما عم نعمل هذا المعرض، نحن قعدنا فترة كبيرة كورونا ولوك داون وهيك، في هول الناس خاصة المونة والخضرة ضلن يشتغلوا ما ارتاحوا، هن اللي أمنوا فود سيكيورتي تبع البلد لما كان المطار مسكر وكل شيء. هيدا الطريقة نجي نتعرف عليهم ونقول لهم ثانكيو، نشتري منهم ونساعدهم وهيك. يعني احنا بدنا نقول قصص القصص هيك مثل ما هنا. اول شيء بدنا نشكر كل الايد البيضة والعالم اللي محبت انه تنذكر يلي هي دعمت هذا الايفنت. بدنا نقول ميرسي على نيتشر يلي هي تحملت كثير من المصاريف هون الموجودين هون. كل واحد من الستاندات اللي شايفين وراي ما دفع ولا ليره، ولا ليره اجى بس جاب اغراض وحطهم، وان شاء الله بيبيعوا بيسترزقوا بينبسطوا. ولا سيلز على الكوميشن كمان. أبداً أبداً أبداً. ما في كوميشن. تو جود تو بي ترو، تو جود تو بي ترو. مش مصدق، مش مصدق يجي يسال. تو جود تو بي ترو، بيجي بيحط بيبيع بفل، ما بناخذ منه شيء، ما بيدفع ولا شيء. نيتشر اول شيء مرسي كتير مارك والشباب، في تيم كتير كتير رائع اشتغل ما عم بينام، ديزاين سيت اب من نهار الجمعة سهرة لاخر الليل. كل العالم بيقول لهم مرسي فردا فردا. صح، وانت قلت هاي طريقة ما رح نقول، بس ما كان هذا المعرض هيدا الفيرسيون بينعمل لو ما في ناس حبوا يساعدوا ما بدهم يقولوا هن مين، فبنقول لهم كتير ثانك يو. لو ما منهم ما كان فينا نعمل هذا الشيء كلهم. وانت عم تشكر نيتش، رح نشكرك ونشكر كل اللي معك كمان. الحلم لانه لبنان ما بيوقف، لبنان ما بيوقف لو شو ما صار. الايفنتس رجعوا، الحياه رجعت. انتم بتاخذوا القرار، فينا نضلنا ناكل النهار ونقعد بالبيت ونندب حظنا، او فينا نظهر ونجرب ونعيش ونجرب هيك نرجع نحط الضحكه على وجه اولادنا. اولادنا ما خصهم، هيدي برجع بقولها عن جديد وعن جديد، اولادنا ما خصهم ابدا، ما خصهم يحضروا اخبار، ما خصهم يقعدوا بالبيت، ما خصهم يسمعوكم عم تنقوا. اولادنا حقهم يظهروا ويشوفوا، لانه بعد 20 سنه برجع بتذكر بقولوا طفولتي كيف عشتها. طيب ما رح نطول عليكم نحن. ايه فانا مش ما بدنا نكون نيجاتيف ولا شيء، بس اللي بيحضرونا لحد هلا في 95% منهم كثير بوزيتيف. لل 5% اللي بنقوا او بيقولوا لشو عم تعملوا هالايفنت او الدولار واخبار، نحن بدنا نكمل، بدنا نضلنا نعيش، وهيدا الرساله اللي عم نعملها. كل هالمزارعين اللي بنضلوا يعيشوا معنا شوى، ما فينا نسكر نقعد ببيوتنا، بدنا نكمل لو شو ما يصير. اوكي، بنذكركم انه بليز ليف ا كومنت، خليكم معنا بالشاتنج ديب، بتعطونا حماس لانه عم نحضر سكرين وعم نشوف كل كومنت منكم، كثير بيعطينا امل نضل مكفيين. هيدا الفيديو رح يكفي بلش من هلا، انا منتظر بعتقد expectation انه يكون تقريبا 3 ساعات لانه رح نغطي الكل وما رح نقطع ولا حدا. واذا حدا عباله يحط تحت يكبس سوبر شات او سوبر ستيكر فيري ويل اكسبتد تنقدر نكفي المبادره. للي مثلي ما بيعرفوا شو يعني، فينا نشرح؟ انا ما بعرف شو يعني، اكيد في كثير هيك. عكاب سكرين، عكاب سكرين تحت في شيء اسمه سوبر شات وسوبر ستيكر، بتكونوا عم تدعمونا وعم تدعموا نشاطاتنا وعم تدعموا قضيتنا. ف كبسه.
والله ما بعرف. طب انت انا معود عليك تجيب ليستا ونبلش واحد واحد ما ننسى حدا. يس ما رح ننسى حدا. هلا حطيت الليستا براسي. بدك نبلش من على نيتشر؟ بنبلش على نيتشر يلا هلا. فهيدا الستاند تبع نيتشر هون نحن عندنا اروماتيك بلانتس واشياء هيك. هلا الي واقف هون هلا بنحكي معه. هو اوتروت البلانت اكسبرت اليوم يلي شو ما بدكم تقطعوا تسالوا عن مشروع زراعي بدكم ما بعرف تسالوا عن نبته ما بتعيش. هيدا الكوان تبع نيتشر اروماتيك بلانت. هلو هاي صبا تمام. انا مبسوط بهي. هلا هاي شو هول الكيو ار كودز؟ اوكي اوف واو عم بكتشفهم. سو دغري هيدي بتفوتنا على ميد باي نيتشر على الويب سايت تبع الاونلاين ماركت. كل الاكزيبيتورز موجودين هون موجودين على هيدا الويب سايت. سو هيك ام ديسكفرينج كنت كل الكيو ار كودز موزعين بال اوكي. تعال نحكي شوي عن ستاند. انت استاذ المدرسه تبع السوق. انا اذا بدك شوي انا الكلينيك هون يلي كل حدا عنده بلانت مريضه او بده يستفسر عن شيء او بده يسال عن شيء او عنده مشروع بده يعمله. سو نحن فور فري اليوم الكونسلتاسيون. وبذات الوقت هون عندنا شوي صيدليه. هلا هاي الصيدليه مش مقطوع منها شيء, كل شيء موجود بقلبها. سو بس نخبر شوي عن القصص. ما بدها وصفه حكيم ابدا. خبر شوي عن القصص الموجوده. اوكي اللي عن جد ما بلاقيهم مطرح. اوكي خبرني. اوكي سو هون عندنا فور اكزامبل نيم اويل. هول قصص لازم يكونوا بكل بيت لكل هاوس بلانت. عندنا هيوميك اسيد اذا بلانت عندنا عم ننقلها جديد او بلانت عندنا متاثره بشيء بدنا نقويلها شلوشها. عندنا الابسوم سول اللي هي سورس كثير حلوه مغنيزيوم وسلفات. عندنا الحديد واذا بدنا البستيسايد العجيب اللي هو كثير ناتشرال نيم اويل. سو هول هيك قصص مهضومه عندنا اياها هون. هي الفكره واحد يجي لعندك شو ما عنده سؤال عن النباتات خبره. اكزاكتلي 100%. شو عندك اشي هون عم بيعرف يمشي؟ اوكي سو هون هون الشو روم تبعنا. عندنا قصص اروماتكس, عندنا انواع حر, عندنا اورنمنتال, عندنا حر اديبل, بيزل نوعين ثلاثه, زعتر, روزماري, فيليا. هون شوية خويات كمان وإندور بلانتس. هون عندنا شوية سبستريتس الخلطة السحرية تبعنا كمان التراب اللي نحنا بنستعمله لنقل الشتل للإندور بلانتس للأوتدور بلانتس. هون عندنا بلانتات مهضومة مثل المستحية. هاي مستحية إيه فرجينا فرجينا مستحية. مستحية هي الفكرة إنه تكبسوها. أوكي تستحي. إكزاكتلي بس هون مين ما اجى سالنا عندكم سيترونيل؟ عندنا ثلاث انواع سيترونيل. هول الثلاثه بنسميهم نحن سيترونيل لمن بس جراس. اكيد كل وحده لمن جراس لمن بالم ولويزيا. هون عندنا شويه اروماتكس, عندنا حملاس, عندنا رمان, عندنا عطره, كل القصص اللي عن جد لازم يكونوا موجودين بكل جنينه وبكل بيت. اكسلنت ثانك يو نيكست تترو عند ياسمينو. عند ياسمينو تتذكر ياسمينو؟ هاي 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 طبعاً. هاي معي كيفكن اليوم؟ all good. ذكرينا فيك امتى انتقينا وشو عنا اليوم؟ هاي كيفكن بعدنا ياسمينة من بساتين بعنوم. شفنا بعد من شهر شهرين هيك شيء. كان ايه كان ايه كان بعد ما قطفنا العدس وتسوى بتذكر. ولا وهيدول المنتوجات تبعونا. بعدنا نعمل نفس الشيء. عنا عسل, عنا زيتون, عنا مربى, تقطير, زعتر وسماء وزيت أكيد وزهور برية. ولا أشياء صغيرة كبيرة تنحط على الرأس على الطاولة على الباب بالفاز حول الشمعة. براندينج كتير حلو, لوجوهيك كتير حلوة. صورنا معهم فيديو كتير حلو على يوتيوب فيكم تحضروا. بساتين مع النوم. هيدي حلو ديكوريشن بالبلانت. ليك زعتر معطوم بري. ليك هون شو مات يعني مثلا جزر بري خبار لما من الطبيعة وعامل ديكوريشن حلو. تم برجع بذكرها نحن كنا طلعنا لعندها. ياسمينة بتعمل اشياء كثير حلوة بدها أرض كثير كبيرة أورجانيك. وقت حكينا عن الباكجينج قديش حلو. حكينا عن انت حبيت العسل كثير. واو بتذكر من أطيب عسل أكلته بحياتي. عم بيعصر اليوم جون بيير من هيك منه هون اليوم. لا انا عم بيقطف عم بيعصر. سو ولا جريت يلا لك روح نيكست. نيكست عندنا شيء جديد اول مره بيروت فارم. بيروت فارم رح نروح نصور عندهم انا وياك بهالجمعه يمكن. هاي صفا يعني ساعات حدا بيقول فارم اكيد ما بقول بيروت. بليز خبرنا عن بيروت فارم شو الفكره كل التفاصيل. نحن جربنا نجيب الضيعه على المدينه
عم نزرع بكونتينر زراعة عمودية مائية ومنعكس على طقس الربيع خلال كل السنة. بنتحكم بالرطوبة بالسي او تو بالهواء، بنتحكم بالمناخ بهالكونتينر تنعكس على طقس الربيع خلال كل السنة. هلا ب 32 متر مربع انتاجنا بيكون بتساوي انتاج ارض 14000 متر مربع خلال السنة، لانه ما عندنا طقس، ما عندنا مناخ بيتغير ذات المناخ خلال كل السنة. ف بيروت فارم كيف بلشت وليش نقيت بيروت؟ لنا انا بيروت لانه في كافيه مأساة بيروت و لازم نجيب دم جديد على الاجريكلتشر، وفي ايفولوشن دائما حتصير. عندك هون نو بيستسايدز نو هيربيسايدز، هلا صعب تلاقي فارمز كبار كمان بلا هيربيسايدز وبيستسايدز. ونحن هلا عم نرجع تكنيك جديد اسمه هيدروبونكس، زراعه مائيه. و طعمه الضيعه بالمدينه، بالمدينه طعمه الضيعه بالمدينه اسمهم بيروت فارم. كول، رح نعمل لكم زياره هاليومين. كول وبنشوف شو عندنا. نايس. هلو اجان عم شيد جا ذكرنا بليز شو عنا شيء بتذكر كانوا كتير طيبين تقنيهم جمعة الماضي. بلاك تي فري نايس، ما بدي انزع شيء. درينكس كتير لذيذين، فري ريفرشينج. It's a probiotic drink. هذا مشروب عمره 2500 سنة، بلش بالصين وانتشر مع السلك رود على روسيا وعلى كل هود البلاد، بعدين راح على أمريكا بالسيكستيز وانتشر بالعالم. It's a probiotic drink that is so good for the health. بيساعد الجسم على انه ينظف حاله، الجهاز الهضمي انه ينظف حاله، ومن الجهاز الهضمي بيعالج الجسم كله. ف شاي كومبوتشا ماركة اسمها شاي موجودة على انستغرام، على انستغرام فيكم تتصلوا فيهم. شاي البي دوت البي وتحكون تتصلوا فيهم اذا بدكم تاخذوا من عندهم. فيري نايس، كيرز، انجوي، جريت، ثانك يو. نيكست بدنا الكاميرا ونصور عندهم. بنصور عنده، يلا بنصور عندك. هاي انا جايه بلش. بونجور بونجور انتوني، بونجور ايفريوان، كيفكم؟ نحن جمعية تحريش بلبنان، نحن جمعية ممنوعنا بالاحراج بس كمان بهالظروف الاقتصادية عم نجرب نساعد العالم بالضياع انه تكون عم تبيع انتاجها، ونكون كمان عم يشتغلوا على اشياء جديدة ليدخلوا انتاج جديد. دونك مع الرعيان عم نشتغل على الجوت ميلك سوب، صار في براند جديد اسمه يومنا يلي هي صابونه من معموله من حليب المعزه وكثير منيحه للجلد للاكزيما، وعم تنباع بشكل كثير منيح، عم بحبوها العالم كثير. دونك هدول اللي بستلي هون انتاج اربع نسوان بمنطقه رشيا، عم نجرب نباع لهم هون كمان. في عندنا هون هولي منون سويت، هدول صابون كمان، شيء من اللافاند ومن الورد. دونك كمان عم نشتغل مع نساء على الاعشاب اللي بنلاقيهم بالطبيعه بالغابات وكيف فينا نستفيد منهم لنعمل كمان منتجات جديده ونقدر نكون عم نبيعها. وعندنا مربى وزعتر وغير اساس كمان على النسوان اللي بنشتغل معهم، جرب قد ما فينا نكون عم نسوق لهم. سؤال رأي، صار لك كثير زمان بلبنان، بتزرع شجر اكيد، بتتحرش لبنان اكيد، بس كمان بيوند اجباري نكون بيوند لانه نحن بارت من هالمجتمع، بدنا نساعد بعضنا بهالمجتمع لنقطع هالازمه اللي نحن عايشين فيها. والغابات ما فيها تعيش اذا ما كانوا الناس اللي حوالي الغابه عم يقدروا يكونوا عم بيديروها بشكل مستدام. تندير غابه بشكل مستدام يعني بدنا نعرف نستثمر الاشياء الموجوده بالغابه وبالطبيعه بس بشكل مزبوط بدون ما ناذي الطبيعه. اذا حدا بده يتصل فيكم او بده يشتري بهالاغراض، هل عندكم محل لوكيشن معين وين بده يوصل لعندكم؟ هلا في بارز اهمج، ارز اهمج هو كونسرفيشن بارك موجود باهمج اللي هي فوق جبال 20 دقيقه لفوق. في كمان نامي في هايكنج تريلز، وفي محل ممكن واحد يكون عم يشتري فيه هالمونه والبرودكتس كمان. جريت، ثانك يو، ثانك يو انتوني. جوت ميلك سوب نايس. لكن انس اهمج لازم نعمل لهم دعايه، اذا حدا عم بيسال عن نومي عن قعده عن جست هاوس كل التفاصيل موجودين هون. في كابنز خشب، في واحد ينام فيهم بيساعوا اربع او ست اشخاص. في كمان نشاطات بالطبيعه، بايكينج، هايكينج، فيكم تزرعوا معنا شجر فوق. وفي ريستوران اوت دور، فيهم يكونوا عم انجويك اوت دور نتغدى سوا، وبذات الوقت يكونوا الاولاد عم يعملوا اكتيفيتيز بيعلمون شوي اكثر عن الطبيعه. ميرسي معنا، ثانك يو لكم. انا ميرسي لهدى كمان، هدى ثانك يو سو ماتش فور يور سبورت. بتعقدي دايما دايما دايما. هيدي سوبر شات، شو هاي سوبر شات؟ هيدي هي؟ ايه. طب انا ليه ما في اعملها؟ في تعطيني اياهم دغري. يلا اوكي. ثانك يو هدى، ثانك يو هدى. تفضل. يس. جايا. جايا. مش عايز اذكرنا جايا وين بيلاقوه؟ وهلا بقول لهم قديش طيب. جايا بيلاقوه اونلاين.
حاليا لان بعد ما صرنا قادرين نعمل انتاج كثير كبير لنصير دايما عند مارك او بغير محلات سو عم بتكون بس اونلاين. وغايا بلشت من ورا ليف نو تريس لانه نحن بنعمل هايكينج هيك بلشنا رحنا على برودوي نحن نخترعه ويكون ناتشورال طبيعي والبرودكتس 90% يكونوا انتاج لبناني. فهيك بلشت فكره غايا وصارت تتطور ليف نو تريس هايكينج كامبينج اوت دورز وكمان انترنال توريزم. غايا اخوات غايا شغله كثير 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 مهمه شغله فعلا كثير مهمه. اكل انرجي بارز مثل هيدي بكل صراحه من اكل بحبهم كثير كثير دائما بالسياره عندنا باك اب سوبر ناتشرال مش قاطع على ولا مكنه لودد وذ نوتريينتس سكرها كثير خفيف فيري ريفرشينج كانكم عم تاكلوا سلاد فري لك في اشي انا اقول رايي بشغله وادكتيف بدك تاكل لا لا على بدعلي على دائما بالسياره في عندنا باك اب يعني اخر شيء اربع رحلات بتنا من جوا بس حطوني معكم بس نخبي لان انا مش معكم هيك ما بخلصهم قبل ما التقى فيك انا قبل ما تلزم هيدا من عيني صابني بالعين هي من عيني هي من عيني انا بقبل بقبل يلا ناس شو بقى شو بدنا نحكي مع ال 50 يلا هلو بونجور هاي هاي خبيني اوكي سو ام ا هوستس هير انا هون وحده بدلون على البلان هون وحده بتاخذهم على الويب سايت كرمال شو ما بدهم يطلبوا واهم شيء السيفتي تو وير ماسك ولهلا في جود انتنشن ايفري ون از انجويينج هير سو بليز كوم وبس هيك ثانك يو ثانك يو. هذا هو السوق هذا هو السوق على طريق الكسليك نحن على على الطريق البحريه كثير كثير حلو الاجواء ما قلنا ميرسي كثير 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 لبرانس فور اللي ورانا هونيك مش بس عند نيتشر اللي تقريبا في شعنا شي 40 متر في المنطقه الورانيه اللي ورا عطونا كل الباركينج تبعهم سكرنا على المحل ما فينا ما نقول لهم ميرسي بليز اكتبوا بالكومنتس ثانك يو برانس فور ليس لانه عن جد من كل قلبهم اشتغلوا عطونا ولا حدا سأل مع اكبر ضحكه على وجههم العجقه سكنوا دائما المحل يعني اذا اليوم جايين الناس لعندهم نهار الاحد مجبورين يصفوا بالباركينج تحت قبل ما يطلعوا لعندهم فاجان ثانك يو اجان اند اجان هيك فعلا الاجواء كثير حلوه كلنا مع بعضنا كلنا حد بعضنا وراح نكفي لجوع يلا هاي جاي هون انا بلش على هون احنا على كم براندز هول جداد معنا هالمره اللي هن بالكوزماتكس رح تشوف اشياء كثير حلوه رح نبلش مع فريحه هاي هاي تمام ايش الحال نحن عندنا برودوي كوزماتيك ناتورال اورجانيك المبدا تاعه هو يكون فريش عم نشتغل على فريش برودكتس كل شيء بنعمل سمول باتشز كله بتصنع عنا بالاتيليه الاويلز نعمله فريش عنا كمان جايبين ماشين تعمل فريش اويل كل هالاويلز كلياتها نحن نسويها عنا ما في شيء اضافات مثل ما هي مثل ما هي ما في اضافات ومن الزيوت هيدي تنصنع بقيه البرودكت فكلياتها يعني مثلا هيك نمشي فيهم شوي شوي عنا سكرابس بادي سكرابس فيشل سكرابس عنا سوبس على انواعه عنا هيدا مروكن صوب كمان نحن صناعتنا هون نقلنا الدم اللي عنا لهون عنا هون بدنا فيشل ماسكس انواع سبع انواع فيشل ماسك كلياته كلي ماسك باي فريحه عنا كمان الروز ووتر كمان تصنيعنا نحن الاويلز حكينا عنهم والديريفاتيفز اللي هن الكريم بادي لوشن اسم البراند وين بيلاقوه كريم تليفون انستغرام اكونت ايه فريحه دوت اورجانكس بتلاقونا فريحه دوت اورجانكس كل الكونتاكتس هونيك في عنا ويب سايت فريحه اورجانكس دوت كوم فيسبوك انستا نفس الشيء فريحه اورجانكس فريحه دوت اورجانكس ثانك يو اهلا وسهلا تفضلوا هاي هاي بونجور بونجور كيف عارفين على حالك وعن بروجكت لبنى ملحم من لوبي لوب كل شيء ناتشورال كوزمتكس نو كيميكلز نو بريزرفاتيفز كيميكال ايفريثينج از ناتشورال فروم اي تو زي فروم فيس سيرومز اتش اي فور مان اند وومن سكرابز هلا سامرز قصص فور تاني
make up remover كل شيء for women and men not for the skin. وين بتعمليهم وين بيلاقوك وسوشيال ميديا؟ بعملهم بالشمال سوشيال ميديا لوبي لوب نيتشر و وي ديليفر جريت. هيدا فاجئكم البرودوي. شو عندكم هون؟ موجود. هاي. نحن هون عنا خضرة وفواكة. شو بتحب عن أورجانيك؟ وعن نون أورجانيك. تحب خبرك عن أورو ويب سايت؟ بليز. أوكي. أول شيء أنا أنجليك عبد الله كاستمر سيرفيس ميد باي نيتشر. أول بلاتفورم www.madebynature.app هو أول ويب سايت. عنا كل شيء فيه مونة، فيجيتابلز، فروتس، تقريبا 70% من العالم الموجودين هون. You can find their product على our website. منوصل لعندكم على البيت. And yes, منجرب نحنا نشجع small businesses. كنمال هيك نبقى صامدين في الإقonomy. Made by nature.app. Yes. عظيم. طب برد ما رح كان خضرة هيك بزينا عندي. أوكي. شو عنا كمان هون؟ إذا حدا بده خضرة على البيت كمان توصله؟ Yes. أكيد. كل مناطق جبل لبنان وبيروت نحنا منوصل. شو عنا اليوم؟ شي عنا cookies actually. عنا بيت بلدي وبيت أورجانيك تفاح أخضر ليتشي and passion fruit وعنا أكيد هلا طلع بالك عنا and نكتارين هون بتلاقي الأورجانيك like خيار والبندورة فليفلة watermelon very fresh. Thank you. You're welcome. هاي مدام شو جاي تشتري اليوم؟ لا كنت عم باكل. لا جاي اخذ هيك اشياء مثل بيت بلدي وخضره هول اللي هلا موسمون وجاي اخذ البهارات والزعتر وهالاشياء وكنت عم باكل كمان اكلت طيبين؟ في مقمره اكلت كعكه الكعكه ترابلسي وبحط فيها جوا اشياء اخوات هاي يال هلو كيفك اليوم؟ صباح لكن ميد باي نيتشر الغراض هون مرحبا خبرنا عنك وين جاي؟ من جبل جبال عناية عرفنا حالك شو بتعمل فوق خبرنا شوي بشتغل بالأرض أنا الحمارة بشغلها بالحطب وهيك أشياء قديش عمرها شو اسمها؟ مسميها الشقرة قد عمرها؟ عمرها شرية شرية مش خلقة عندي قديش بعيش الحمار بعدين؟ بعيشك بفوق ال 30 سنة الله يخلي لك اياها ميرسي ميرسي شو الفرايتيز الموجودين تقريبا اليوم؟ ليك جبت لك الليستة طبعا نساعدها هلا هلا الفرايتيز عندنا كثير بفرج اند درينكس عندنا الفود كورت عندنا فروت اند فيجيتابلز عندنا هيلث اند كوزمتكس مونه كيدز كورنر في كتير مونة سو في كتير اشياء كمان علاقة بالنيتشر وعندنا جوديز وابسايكلينج الابسايكلينج سمال 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 يعني هو فارمرز ايه خضرة فيه yes. هو مزارعين اكيد صح. هو مونة اكيد yes. بس كمان في كتير كوزماتكس كتير على موضة هلا مؤخرا اي اول شيء لانه الكوزماتكس الامبورتي عم بيصيروا اغلى سو في كتير براندز خلقت لبنانية هذا الشيء كتير حلو اوكي okay. وكمان النيتشر يس yes. كافي كافي نيتشر جيت اواي كمان عم بيكونوا كتير حلوين مثل مثلا روي
الاشياء اللي لها علاقه بالطبيعه ونطلع لبرا. وحبينا هالمره نضوي على الاب سايكلينج. الاب سايكلينج يعني لما كفي كفي بس شغله بلبنان. طيب يلا الاب سايكلينج هو الاشياء اذا بدكم يلي كانت رح تروح على النفايات بس الناس عم تعطيها حياه ثانيه بتحولها لشيء ارتستيك. سو روي رح يفوت بالحيط. انتبه روي. حتى عنا حر توباسكو. توباسكو ميد ان يس. هلا هون الفود كورت بدنا نجي بعد شوي كان ولا مع الفود كورت هيك بلشت. ايه بدي اروح دغري على الاخر على الكعكه وبنرجع مروح على الاول. يلا ريدي يلا. يلا قرب قرب خبرني وين رحت الكاميرا هون فهمين لعبي غلط. يلا خبرني عن الكعك. خبرنا عن القمر. خبرنا عن نفسك. خبرنا حاني اللي بيشوفوك وبيحضروك وبيعرفوا نحن مين. نحن بنعمل كعكة طرابلسية. عنا مينيموم نوعين جبنة ماكسيموم سبع انواع جبنة. بنحط معهم شو اسمه تركي حبش سلايسز او روستو او بيكن او هوت دوغ حسب. رح اعمل لك وحدة جديدة عنا يلي هي البيكن اسمها تريبل بيكن كتير طيبة. ليش اسمها كونسبت قمر؟ لانه الكعكة مبرومة شكلها مثل القمر بس تتحمس بتصير مثل البلادي مون. و ها لك وين يعني ها لك وين مبرومة كعكة ترابلسية. كعكة ترابلسية وفيها نحطها ببوكت ميا بوك. فرجينا البوكت بليز. ومش بس هيك اليوم العالم اللي بتاخدها بالبوكت إذا كانت موجودة بالسينمايات بلبنان تقدر تاكلها بالسينما كمان ومش بس على التوك توك عنا أو صوم بالمحلات. بيكن بليز. بيكن موجودة. إذا مش بالسوق كانت موجودة بالسينمايات بس لما مرة كورونا بعد ما عم نرجع ننزل على السينمايات بس هون رح نرجع ننزل. فيه يطلبونا على رقمنا 70 40 30 12 مشان إيفنتاتهم. وصون رح يكون بمحلات يعني اليوم نحن موجودين هون بنيتشر مع مارك بيروتي فاللي حابب يجي ياكل يجي ياكل من عندنا من هون. يلا جريت رح نرجع نخلص الكعكة فينا على التوستر. بتحب مع تشيلي صوص ولا باربيكيو صوص؟ ولا هاي ولا هاي كنتون باربيكيو. طب في هاني ماستر. هاني ماستر نرجع نبلش على الاول. هلا بندوق انا على الطريق. يلا نروح. ليك شو رح نعمل هلا؟ رح نروح عند رمزي. نحن الثلاثة عم نصور عنده. عنده بالمبدا اكبر لافندر فارم بلبنان. ذا كونسبت كله حوالي لافندر. اوكي. فهلا هن قطفوا لافندر بس كل شيء كثير حلو. اول مره بنتعرف عليه ورح يكون معنا هلا والثلاثة رح نعنده عم نصور الصبح. ريدي يلا. بلشت تتقلي على الاجواء. بونجور بونجور سافا. اول شيء نعرف ماي بارتنرز ان كرايم ميسا ويسما. هاي نحن شويري لافندر فارمز يمكن اول شان دو لافاند بلبنان مخصص بس باللافاند. يعني في ناس بتزرع بندورة وخيار اذا زرعت لافاند بس لافاند هولي هني هول لافانداتنا وهذا الحقل تبعنا. اوكي ليش لافاند؟ كيف اجت الفكرة؟ شو مستفيد منها؟ الفكرة اجت من شيء بيرسونيل. بارفان الوالد دائما اباز دو لافاند وفقدناه دونك مثل جعنا تعلقنا فيه. ليش اللافاند؟ كمان لانه برودوي بيطلع كثير منتجات
دونك ما عم نزرع خيار بندورة بطاطا ونضرب الموسم وهيك، دونك فينا نفرجيكم شو المنتجات نقدر نطلعها منه. عندنا صابون لافونت، عندنا ويل اسانسيال دو لافونت، عندنا الاو دو لافونت، عندنا شمع اللافونت، زيت اللافونت، باكيت اللي بتلاقوه بكل بيت بلبنان اللي هن كوسان دو لافونت اللي بيتعلقوا بالخزانات وبنحطوا بالجوارير هول تا يحاربوا العدة وبيطلعوا ريحة كتير طيبة. هلا نحن ابتكرنا شيء جديد فيهم انه عاملينهم مع زيبر، يعني هولي ما بينكبوا you can refill it، ومع هانجر فيك تعلقها بين الاتساب. شو بيفيد اللافوند؟ اللافوند شو بيفيد الانسان؟ اللافوند هلا هو كمان بيستعمل بالادوية، بيهدي الاعصاب، ترانكولايزر، ريحته حلوة وهيك. بس هلا بلبنان هالايام الايام هون شو عنا؟ هول الويل اسانسيال شايفهم قدامك، وعنا ديودوران اباز دو لافوند كمان. هيدا عسل اللافوند، يعني نحلتنا ما بيرعوا الا لافوند، بنجيبهم وبيقعدوا شهر وجمعتين ما بياكلوا الا لافوند. اوكي ماشي. وهيدا العسل اللي بيطلع منه سبيسيال، انه ريحته ما لنا سبيسيال بس طعمه سبيسيال، فيه شويه جود لافوند بس كتير كتير سلس ورقيق. اوكي هول الكوسا، هيدا صابون اللافوند تبعنا، فيه شويه حب كمان من الشام. هيدا الاو دو لافوند، مية اللافوند بنستخرجها من التقطير. وهون عنا السنتد كاندلز للبيوت اللي حب يعطر بيته. وهون عنا كمان فينا نبيع حب اللافوند مبرك قد ما واحد بيحب. جريت ثانك يو. اوكي ميرسي لكم. امتى طالعين لعندهم؟ طالعين عندهم ثلاثة كتير الصبح، بدك توقع شي ستة الصبح ونطلع. أنا بوعك اليوم ستة. طيب يلا أنت بكتوعصي. نكمل بالكوزماتيكس عند أزاليا. في كتير 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 كوزماتيكس والباكجينج حلو والأفكار حلوة. هاي هاي تبا يلا بليز عارفين عن حالك شو بتعمل؟ أوكي أنا سوريا، البراند تبعنا أزاليا، كل البرودكت تبعي 100% طبيعي. عنا كل الرينج من الجسم للوجه للحبوب او للانتي ايجينج. في عنا تانينج اويل which gives super super كتير حلو، كتير حلو اللون، يعني بيطلع على دارك براون. نحنا بنعملون ونحنا بنعصر our own oil الباز تبعون قصدك شو البرودكت. في من كل شيء، في شيا الموند اويل، هامسيد اويل، بيز واكس. عنا فور اكزامبل الليب بام على توت او ستروبري او فانيلا. عنا قصص للتاتو وللشعر. في كافي سكراب للوجه وللجسم. عنا للاي لاشز ليكتروا الشعر فور اكزامبل. في للبيبيات للجسم. فيري براود كلهم ميد ان لبنان. يب جريت جريت. ده كان بالأوكا على انستغرام؟ ايه بالويب سايت تبع مارك نيتشر باي مارك بيروثي، وكمان ان ستور، ونحن على الانستغرام، وعنا كمان ويب سايت azaliaworld.com. ميرسي. هاي هاي سكين فود. بس ما بيتاكل؟ لا اكيد. نحن بنعمل كل شيء سكين كير. جارليك كير. وي اخوات. ريحتها كيف؟ ريحتها عادي لانه جارليك اويل. اوكي. وكثير منيح، كثير منيح للصحة، كثير منيح للشعر. بليز عارفين عن حالك، خبرينا عنك. ميراي نصر الله وشرب نصر الله. نحن سكين فود هير فود باي ذا تشارمي. تشارمي هي شربل اند ميراي، وشربل وتشارلي هن اولادنا. هي سمول فاميلي بزنس، بلشناها بأول كورونا وطلعنا بهالفكرة لأنه في كتير انترناشونال براندز وكلهم كيميكلز وفيهم اشياء كتير بتضر السكين والهير، فعملنا هيك اشياء كتير مهضومة. مثلا هيدا الباس بومز، دوناتس باس بومز، في عنا كتير اشياء بتغذي الشعر والسكين. اوكي مثلا عنا هيدا باس سولت، انا كثير ثانك يو. اوكي بتاعتي خلصت.
ناخذها صوره. الوان حلوين. ومارك شو عندك؟ انا عندي انت حملتني هول ما عرفت انا شو عندي. لا ما هو هول كان لازم نرد. هول لازم نرد انا كمان نرد انا. طيب انا شو عندي؟ في كاكي مع جبنه مع فريز مع نعنع. طيب انجوي. هاي بعد ما كنت روقت من الصبح. كعكه طرابلسيه بتخلص على السريع، جورميه اب سكيل ما بتعلق، لذيذه فريش، تحميصتها حلوه، سمسميتها على القد. واي واي تو مار طيب بس ما عرفت شو في جوا بس طيب. يلا مكفي يلا يلا عند اولي سوت. هلو 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 هاي 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 صبا صبا وانتو يلا انتو مين؟ احنا اولي سود جايين من الجنوب وعنا ديز اوليفيه وعملنا زيتون وعنا زيت وزعتر وعنا صابون كمان من زيت الزيتون. زعتراتكم حلوين وي زيتاتكم جمعة الماضي بذكرهم سوبر طيبين. فينا نحكي شوي عن الزيت اكتر؟ هلا موسم ايمتى بيرجع بيصير اي ضيعه؟ نو هو تبع سنه الماضيه. نحن أوكي. الموسم ببلش باكتوبر، نبلش نقطف ونعصر دغري لانه ما بيسوى الزيتون يطول، يعني نقطف وبناخذ على المعصره دايركتومون وما عنا ما بنحط لا كيماوي ولا شيء، اتس ناتشرال ومهتمين بالارض كثير. عندكم كمان زعتر من عندكم من فوق؟ عندنا زعتر وسماق بس السمسم. الخلطه تبعكم شو هي؟ هيدا السر. ما هي السر بالدوزاج تبع الزعتر. زعترات غير شكل سمسميتون على القد. بالاول تعمل زعتر 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 بعدين بلش حديه شوي شوي بلش تقرص لسان اسيدتي بتبين بالاخر. مش ملحين؟ لا ما فيهم ابدا ملح لانه كل العالم مع ضغط بلبنان اللي بده هو بيزيد ملح. كثير ملح حبيته 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 لكن بعملهم دعايه هيك الزعتر بلا ملح بلا ملح لانه كل العالم على ضغط بلبنان. ماشي كول اوكي. هيك نرجع بذكركم جمعه الماضي كنا بضيعة اسمها كرشيما وعاملين شو تعرفنا على شيء اسمه ميلو مبروشي. يلا نرجع نتذكر شو بتعملوا ودونتيل بريتون وأوبيسون كل شيء نرسم من نسرج من نشتغل من عبي هيك كله بيصير هذا أشغال يدوية نحن بنشتغلها نحن على إيدنا. في ساكيت كمان هاند ميد. بدي أحكي عن هيدي اللي معروفة فيها ضيعتكم ليش تاخذ وقت شو هي ليش اسمها هيك شو بتعرفوا عنها معلومات؟ هيدي اسمها ميلو. بالأول برسمها بعمل الرسمة بعلقها على الورق وبرجع بعبيها بدها مدة شي 3 شهور. 3 شهور؟ ايه لحتى يخلص هيدا الطقم. هيدا اسمه طقم. هيدا مع 2 صغار مع وحدة كبيرة. وإذا بدهم أكتر مثلاً يتبعوا لهم سفرة وش سفرة فينا نعمله بقلبه قماش وفينا نعمله كله في مثل سفر. طالما منه اكل اهين يتصدر لبرا. اذا حدا حكيكم من برا يمكن ودى لكم مصاري وسترن يونيون بتودوا له اياهم ناخذ رقم التليفون بليز. اكيد 03-286-472 وانا 03-942-598 على صوتك المرة الماضية. اسمع مش انا اجاني ناس من العراق مرة الماضية نتواصلوا معي. Thank you. Hi. Hi. How are you? Let's go. What's up? I'm doing painting, modern and illustrated painted. And I'm trying to put material in my album. I'm doing it with a horse. And I'm doing also crafts. I'm trying to make the background because it's summer. وكل شيء بينتينجز وهيدي كمان الورد بجرب اعملهم هولي لبرا
كلهم موجودين على انستغرام. حكينا ما خبرتينا على الاسم وين الناس بتلاقي. انا عندي بالانستغرام سيكرييشن باي كارلو، بيلاقوني على الانستا وهون مرة بالشهر، وفينا يتلفنوا لي بعمل كمان تابلويات وشو اللي ما بده شو كل شيء بدهم بعمل كاستمايز اشياء يعني. ميرسي كارلو. ثانك يو. هاي رامونا. هلو. يلا خبرينا. سو انا ب 2019 بلشت احول البينتينج تبعولي للامب شيد، وبعدين رجعت بلشت بالكونفينمون عملت بابيي ماشي بس بيبر كلاي البات. سو انا بعمل كل البروسيسوس من اوله، بطحن الورق بنقعهم بطحنهم بعمل العجينه وبتطلع سترونج فيري سترونج، بس تاخذ كتير وقت وشغل والرجيه. وبنزل معارض وعندي باج على انستا ورقم التليفون 03-396-406 اللي بحب يتواصل معنا. قبلنا كم واحد بتحبيهم كتير مثلا؟ هيدي شو؟ هيدي جران بال في نحطه فري اكزوتيك او خضرة. كمان بياخد شغل ووقت كتير. هاي لامب شيد كلها من بابيي ماشي. بعمل كمان بندنت لامب شيد في مثل هاي، في كاشبو كاشبو بس فينا نحط البو كمان ما بيقسم. يعني اذا حدا ظاهر يتعشر عند حدا زياره بدل ما تاخذوا لهم جاتو بتاخذوا لهم شيء بفيدهم على البيت. اكيد. كيف معك؟ عظيم. ثانك يو. ثانك يو. هلو. هاي اكسسوارز لاب. اكسسوارز لاب هاند ميد اكسسوارز بعملهم. بلشنا بكورنتين بس زهقنا وي فاوند ا هوبي. اوكي خبريني اكثر عنهم. على انستغرام موجودين؟ في انستغرام. اذا حدا بده شيء خصوصا له بتعملي له على كاستم ميد كل شيء. جريت. اكسسوارز لاب. يس. شوي وننقل على شي لبراوني. هاي يلا والله لازم يكون براوني معنا هلا. كان اكل اشياء طيبه. انا نعطيك براوني. يلا ديليشس. كيف اجت الفكره؟ شو بتعمل بالضبط ديليشس؟ انا عندي اربع كلاب وقلت خليني اشوف لانه قد ما صار الغلا والاساس الامبورتد، سو قلت خليني اجرب اعمل انا شي لكلابي، وبلشت الفكره تتوسع وبلشنا فيها. حتى عم نعمل بيرثدي كيك هلا غير التريت. حلو بيرثدي كيك كمان. ايه فيكم تعيدوا مع كلبكم. حبيت هيدا بقى بيكلها هيك تغريب. ايه بتنقص بورشنز لانه كل الاساس فيها ما بتاذي الكلب واكيد. اوكي شو المكونات؟ كيف شو هن اللي عم تعملهم هون؟ هلا عنا الديهايدريت كالف هارت وكالف كدني، ما فيهم اساس ابدا اديتيفز. اوكي بيجي عنا البسكتس التونه التريتس يعني التريتس كمان كلهم بيكت اند ديهايدريت كمان يضاين وما ينفضوا. اوكي بتعملوا دليفري اذا حدا بده على البيوت يوصلوا دغري؟ واجمالا اذا حدا بده ياخذ كيس بيضاين قديش وقت؟ لانه ما فيهم مواد حافظه يعني اكثر شيء بنجرب شهر ونص، حاطين اكسباير عليهم نحن. اوكي واكيد اذا نضب البراد بيكون عم يضاين اكثر. ديليشس. يلا تعالوا اشتروا اغراض كليبكم. كول. هون عنا حبيتهم كتير. كنت عم سامع بشوي اذا ماركه لبنانيه ارخص من ماركه اجنبيه، يعني مثلا بيدفعوا حق الكالوجز اكثر من ماستر شيفز وبوبينز. كيف اجت الفكره؟ كتير حلوه. شو عندكم قصص وقديش بيضاينوا؟ يلا خبروني كل شيء. بلش بروجي بالجامعه فبعدين انتبهت انه لا عن جد انا عم بعمل شيء مهم، انا عن جد عم غير بالبيئه وجرب اعمل شيء بوزيتيف. فقررت انه استعمل كيس تشيبس بالشوكولا، بعمل مراوير، بعمل سكيت وفي بوشتات كمان بيضاينوا كتير وهن انفرميابل وبيستعملوا للفانتور للجلي لكل شيء وهيك كتير حلوين. طلعوا كيف معمولين، اخدين شغل، مخيطين تخيط، حتى باكجينج انا بعمله لانه هدول تبع يلي بيجوا بكبون السوبر ماركت
فأنا برجع بعملهم ألتيميت أب سايكلينج. إذا بدكم بالمطبخ، إذا بدكم ساك. بيوتيفول ريجو، ما أخذنا الاسم قوتها أب سايكل وات يو ثرو أواي. يلا نحكي شوي عن upcycling. يلا شو يعني upcycling؟ شو يعني شو الفرق بين upcycling و recycling؟ يس. مثلا هلا upcycling اللي وقع على القلم رحت لميته ما كبيته. اي مزبوط. يلا upcycling. يلا سو عادة هي الفكرة انه كثير ناس بشددوا على recycling، بس نحن ما نتعلم انه في عنا شيء بنسميه reduce, reuse and recycle. recycle ما حدا ينصدم منها كثير مهم. قبل الريسايكلينج في reusing and reducing. يلا انا لازم افكر بكل خبريه قبل ما تروح على الزباله، قبل ما ارجع ادورها فكر اذا عايزها او لا. هلا هيدا ريديوس، يعني انا في روح عند الفرماشيه يعطيني بانادول، هلا بطل فيه بس انه هيدا حط لي اياه بكيس قول له ما بدي كيس. هيدا اهم من ريسايكلينج. ريوزينج هو لما انا حيلا شغله برجع بستعملها لشيء ثاني وبعطيها حياه ثانيه، بس لما اعطيها حياه ثانيه وتكون ارتستيك بنسميها ابسايكلينج. فهون هذا اللي عم بيصير. هلا ليه مهم كثير؟ لانه هيدا الاكياس تبع تشيبس معمولين من ماتيريالز ما فينا اصلا نعمل لهم ريسايكلينج، فهول ما في شو غير يروحوا على المطامر او ينحرقوا او ينكبوا او هيك. فهيدي الطريقه لما تكون عم بتاخر من زباله او نفايات تروح على مطبر تعطيها حياه ثانيه، نفس الوقت بتكون عم بتوفر قماش لانه كانوا رح يشتروا هول قماش. هذا اسمه ابسايكلينج، عم نحولها لشيء حلو ارتستيك وبفيد كثير البيئه. شغله كثير مهمه ندور عليها. مش هيك قررنا يكون عندنا كذا حدا اليوم بالابسايكلينج وهيك قفينا بس ستاند ورانا تنعملوا هيك بنكمل. وايدت لي قطعتهم اكيد 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 برقبك. هاي شو طابخين اليوم؟ اوكي اول شيء نحن الجوهره هاي منبيع خضره وفواكه، صرنا 20 سنه بالسوق، بس لهيدي السنه لخربت الدنيا كلها بلشنا نعمل دليفري والوير هاوس من الفنار، وبلشنا بالجوس. عنا اكثر من نوع جوس، وبلس كمان بلشنا كيترينج كل شيء ريليتد للفروتس تبعنا. يعني اذا بدكم تشيك اور بيج نعمل كثير ميني بايتس كلها خاصه بالووتر ميلون، كينوا سالاد، ما بعرف ملو مع جامبون دو بارم، فلكل الايفنت. شو كمان بدنا نخبره؟ ماشيين على التراك. على التراك يس. اوكي بخصوص التراك، هو من كومبينيشن مش قلنا التراك من قلنا ميسي، كتير لذيذ كتير مهضوم و سبورت لوكلز. ما بعرف شو بقى هيدا الاكونت على انستغرام الجوهرة دوت اجريكلتشر دوت اجريكلتشر. بعدنا ناطرينك بجنوب مرجعيون، وعدنا وعدنا بس ناطرين بعد. هلا صار في الوفات عم يحضروا، بطل فيني اقول لا اكيد ما بجربوا عرب. طلعوا البراندينج خضرة جوهرة كول كول اسم الله كول بصلت شوي على نيتشر. خبرتوا انه في عرق بالدرينك؟ يس. انا ما رح اشرب اكيد لا. عرقات طيبين، ووترميلون بيعطيه هيك شوية سويتنس، بس ريحته كتير كتير حلوة. بطيخ وعرق أول مرة بدوقها، فكرة سوبر جيدة. فيري فريشينج، سامر درينك على البول على البيسين. صحتين. عرق طيب، منه حد، ما بيقرص، ديليوشن تبعه كتير منيحة، وزيدين له بطيخ بيعطيه سويتنس، بيعطيه حلاوة كتير كتير لذيذة. قاعدة على البحر، على البيسين أو هويله مشاوي نهار الاحد، هيدي هي. تشيرز. اوكي مارك وين؟ انا هون انت هون. بدنا نعرفك شوي على نيتشر، قطعنا كم شغله بسرعه. يلا نيتشر. نحن هالمره طلعنا شوية أغراض من نيتشر لبرا، سو نانسي رح تخبرنا أكثر شو الهدف من الستاند. هاي سو مايلي هون صرتوا بنيتشر كورنر، كل شيء قطعتوا عليه قبل المفروض تلاقوه جوا بالشوروم. وهون عنا كمان كم شغله، يعني كم سامبل اذا فينا نقول من الاخبار اللي موجودين جوا. سو مايلي نحن عنا كل شيء خاصه بالمونه، سو نحن هلا صرنا فيك تقول مثل تيروار للمونه كلها اللي موجودين هون، وفي كمان البراند تبعنا. سو فينا نبلش بكل شيء بينز اتس لوكالي برودوس، كله بنجيبه من
من المزارعين بيزرعوا هون بالبقاع بكذا منطقة، وعنا كمان grape leaves يعني كل شيء تقريبا، عنا الهيربز، عنا كمان section اللي هي ديترجان هيك خبار أباز ناتوريل، دون كل شيء نحنا منلحق عطول البراند طبعا اللي هي نيتشر. اوكي سو مثل ما شايفين عنا كمان برايت فروتس، عنا زعتر، زعتر عنا كمان كذا نوع. البراند تبعنا او الزعتر الخلطه تبعنا هي تقريبا عم تاخذ كثير سكسي لانه من الزعتر اللي كثير طيب، كمان اتس نوت كالتيفيتد، هو زعتر بنجيبه من البريه وبنعمل الخلطه بطريقه مستدامه. ما تنسى اكيد ما تنسى جرسين او جرسين. اوكي سو That's it. حبيت قلتي انه نحن نيتشر صار مركز المونة الوطني. مظبوط. بنسميه هيك سوبر ماركت المونة، حيلا حدا عنده مونة من كل لبنان، تقريبا في ما بعرف كثير تضيع بس من اربع وجهات لبنان. كل لبنان في من اقصى شمال لاقصى جنوب، وين ما كان هون على نيتشر. مظبوط. ديل. ثانك يو. بدكم مونة بتجوا على نيتشر. مظبوط. كل شيء. ما قلنا مرسي لرندا. واو رندا ثانك يو سو 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 ماتش. لازم نحط بلاي هون تبين احنا. رندا ثانكس يور ذا بيست ثانك يو سو سو فيري ماتش يور سبورت كاونتس ا لوت. نيكست صديقنا فرنجي افيني خلينا نروح نحكي مع شوبينيون. يا دلي يا هلا شامبينيون اخذ كثير. بونجور. ايه شامبينيون. اوكي سو. بعد اليوم الفيديو اللي صورناه فوق فيه كثير 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 ضجه، واليوم اذا بدك نركز على مش بس الشامبينيون بلون اللي معروفين كلهم صول طيبين ما بدهم غسيل بتاكلوا دغري بيفيدوا، بس هول قديش سبستيتيوت للحمه. هو مزبوط يعني هو العالم اذا بدك بيستعملون محل اللحمه بالبرجر، اذا بدك يعني هو كمان اكثر شيء بيطلبون العالم. في عندك شيتاكي هيدي هاي كلاس شامبينيون يعني بتجي هيدا نقرب نجيبها نشوفهم وحده وحده. انا سبقتك أكيد. بالموضوع انا كثير بتحمس وبحب كثير الشامبينيون وبحب شو بتعمله. فرنجي شو هو كم سنه صار له شو بيعمل بيعمل دليفري كم نوع شامبينيون الك؟ اوكي فرنجي نحن مزرعه عملنا بيزرعوا شامبينيون. اوكي شبه اورجانيك شامبينيون يعني 90% اذا بدكم طبعا نقول 100% اورجانيك بكذب على العالم. اوكي سو وايه بيعملوا دليفري. اوكي اذا بدكم الرقم 70072006 بدقوا بتوصلوا عليه. اذا بدكم فولي اورجان بتقولوا له بليز بدي فولي اورجان بيزرعوا لكم لكم وهيك. وفرنجي صار لنا زمان يعني الشامبينيون اللي بتشوفون اللي اجمالا بتقولوا يي جايين من برات لبنان. إيه لا مش من برات لبنان، مثل ما شايفين على الطبيعه بيطلعوا باوضه كثير نظيفه فيكم تاكلون دغري وما بيتغسلوا بيسودوا. عندنا هون رائعين طعمتهم كثير قريبه من اللحمه كثير بيغذوا واكيد شيتاكي اب سكيل غش بورتوبيلو روعه ما بدي العب فيهم بس انه هي مثلا بما هي جريلد على ال على الجريل شيء روعه. بدنا نعرفهم على حدا. اوسكار قرب. اوسكار تنخبرهم خبر بس ليه عم نعرفهم اوسكار هلا. انت عارف انا ما تكون انا ما تكون شدة مجروحة. مبين اوسكار بدنا نبين. ايه الفكره هي انه اليوم هو مش لابس مثلنا ابيض مزبوط لانه هو اليوم ثعبي عنده عرس كبير فعم بضحك كرمال نحن نكون هون. هذيك المره شارك بكل الديكوراسيون عندنا قفينه نسيناه قد ما كان مطرح بسيطه بسيطه. انا في خبرك عن اوسكار لانه اذا مارك حكى عن اوسكار بيكون عم بيحكي عن حدا وعم بيظلم حدا ثاني. اوسكار من يعني اذا هالكرسي اذا هالشركه هي كرسي هو اجردين منه لا كثير هالقد. اوسكار بيشتغل بيتعب ما بينام كثير له ايد بالديكوريشن بالفيل بالاجواء بالتحضير. ثانك يو سو ماتش على كل شيء. ساعات عندنا دونيشنز اوسكار بيشتغل، ساعات عندنا تحضير اوسكار بيشتغل، ساعات عندنا تزييم الام تي في اوسكار بيشتغل. حلق روما تشوف حالك علينا بكره يا روما. خلص بكفوا بكفوا. تعزلي معي. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. اوكي لكن هون ما نسينا حدا نطلع نمشي بالدور. في نعرفك على امل اماندا هي اليوم تساعد على القدره. هاي صورنا عندهم تتذكر؟ اكيد اكيد اكيد. ليش ما بنبلش قبل ما نحكي انه شو عم نعمل اليوم؟ خبرينا شوي عن ضيعتك وعن عكار وعن هالمنطقه اللي لسه مش اخذه حقها فينا نقول تنحمس الناس تطلع صوبكم. نحن ضيعه كثير صغيره على حدود اكيد منسيه شبه منسيه، يعني احنا بنشكركم لانه السنه الماضيه ذكرتونا شوي وبنتمنى السنه كمان يشرفونا، ولانه عن جد منطقه
بتزعل لانه وقتنا ضيعت ما تفرنون حد منجز تماما في تعتبرون ضيعه وحده على حدود على حدود عند حدود النهر الكبير وايه من الطريق وايه من الضيعه وايه من المنطقه انت ناس بتفكر انه انا طالع الكار بخاف من شيء ما في خوف منه هلا شوي تسكير الطريق اكيد ما في كذب عليك اذا ما في اي شيء على هيدا اكيد نحن اهلا وسهلا فيكم اكيد ايه شو عم تعمل اليوم 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 عم بدعم الشباب شوي بخبرتي كمزارع ما بقولوا حبيت ساعدهم بتمنى انه نبيع كثير اليوم ما بعرف ان شاء الله الخضره كثير حلوه وبتمنى منكم انكم تشجعونا اعطيني خلينا نفرجي شغله انه هون صحيح ان عاده فواكه بيجوا من برات لبنان بس هلا كله مزروع بلبنان هيدا ليتشي مزروع بلبنان اوكي والدونات بيتش مزروع بلبنان كمان اوكي سو حبينا هيك نجيب كم برودكت مش دائما فيري فريشينج شكلهم حلو لونهم حلو هول كلاس اي خضره في منهم اكيد اورجانيك منهم لا وفي كتير سمول فارمرز بيشتغلوا معنا كل حدا يبعث لنا شويه برودكت وعملنا شغله كتير مهمه يلي هن هول التفاح حاليا معنا هلا رح تصير طلعون امبارح هم معطوفين من يومين منطقه بشاره تفاح صيفي دوق وحده جب ليك وين نحن حطيناهم برا في معنا تقريبا 250 كيلو بياخذ من هاي بياخذ من هاي لا دوق من هاي اعطينا رايك معطوفين من يومين من الشجره منطقه بشاره تفاح صيفي اشتقت لهالقرش وهالكاتشي عندي الصورة واو تنخبر ده قال لي رفيقي مزارع قال لي بعرف انه عندك فارم فير بعد يومين بعت لي صورة بستانه قلت له كيف الوضع كذا هيك مش هالحال نزلهم امبارح قطفهم جيبهم قشرتها حلوة يعني هو مش من هذيك السنة حامضة ريفرشينج كريم بدك تفاحة؟ معقول سوبر جوسي هلا بنلكم السعر عن جد شاي بعد كاتشي واو اوكي هاي أنتوني هون أحسن هون أنا بنبسط هون صفا كيفنا اليوم؟ كتير كتير منيح امبارح كنت عم سبحه لبراون يحضرونا على انستغرام ووعدته انه بترجع على البيت بكره في لقمه طيبه غير شكل غير شكل رح نعمل فيست اوكي ورح ننبسط عشان ديجا في كادو لطريتو لبراوني يلا ان شاء الله فيري سون توصل له شو كان ضمان؟ هولي سويت بوتيتو مدفوح عليهم دجاج سو ما فيهم رو هايد ما فيهم جلدة البقر هاي سويت بوتيتو؟ يس مش عظمة؟ نو واو اول حدا معمول لبنان صح اوكي شو عنا غير الشيء؟ الدجاج اوريدي بتعرفهم في هولي نيو تريتس هولي سوبر فود بحبهم كثير كثير بس هولي رح حبهم اكثر هيدي فيها دجاج وكيل وريد كابج وحمص وجزر وتفاح فينا ناكل معه؟ فيكتوريا لألك هول ما بنصحك فيهم وهولي كمان الستريبس جديد هولي فيها دجاج وسبانخ وجزر لا دجاج وسبانخ وجزر و كوسه هول الكلاب والبسينات بدنا نحكي عن شيء تنغير شوي ليش الشكل بتلعبوا على الشكل كيف وهل الشكل له دور هل التكشر له دور هل السميك له دور الكلب كيف بيطلع بهالبرودكت اكيد اول شيء كل كلب في له بريفيرنس معين الكلب الكبير ما فيك تعطيه تريتس قاسيين مشان هيك انا عملت الستريبس اذا كلب كبير بالعمر سنانه ما بيقدر ياكل الاشياء القاسيه بدك تعمل شيء يكون سوفت يكون هين يقدر يكسرهم هول يمكن يكونوا قاسيين عليه بينما الستريبس حيكونوا هينين وبذات الوقت كمان في كلاب بدهم اشياء قاسيه فعملت هيدي السويت بوتيتو مع الدجاج سو في فرايتي هاي فينا كلها؟ هيدي فيها بانانا مع بينات باتر وطحين وحتى السويت بوتيتو كمان بتعقد البينات باتر بس جوب فينا نحكي شو عن الابسايكلينج كمان ليش لا انه اليوم بعلبه شوف الديفرنت شيبس اوف جارز هولي انا منهم بيجوني دونيشن منهم بشتريهم من ليف لاف ريسايكل سو نطلب الناس ما تكبهم ترجع تستعملهم اكيد
اكيد اكيد بليز اللي بياخذ تريتس من عندي ومش عايز المرتبين او حتى اذا عندهم بالبيت ان زي كان دونيت يعني بهالايام اغلى شيء بالمرض اغلى شيء بهالشيء هو المرضبين اكثر من جوا فما تكبون اذا انتم بتكونوا هنا تعطون لحدا بيفيد بيستفيد منهم اكيد اوكي جريت جوب ثانك يو سو ماتش ثانكس ثانكس طب هيك نرجع نروح على الفود كورت نشوف الحركه قبل ما نرجع لهون يلا جو We need to play among us, we're gonna use them. بعد ما تعرفنا على ماي هاي موجود ماي 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 قصة كتير كبيرة ماي ماي باركر ماي بونجور مرتك اليوم اخذت الغداء لعمك من عنا اها ايه وانا معزوم او ليه؟ انه ايه ماي ماي مين ماي اوه طب اوكي انت بتحكي وانا انا باكل يلا نحن هلا عم بدوق انتوني الكراكرز بزعتر الخلطه الجنوبيه عاملينها كومبينيشن مع جبنه وزيت زيتون وهلا بلشوا بلبنان على فكره يعملوا الفته الطيبه فهي كومبينيشن بين الزعتر والفته وزيت الزيتون وبليز اليوم عاملين شغله كثير حلوه كمان بس تفرجيهم هي قديش رائعه طلعوا الكراكرز زعتر طلعوا الفريشنس تبع هالجبنه مش معقول اوكي ماي 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 بابا بليز بالحاجه لك لانه بدك تصلح لنا دراستنا ماي رورا دراس كوبرا تبع طيب الريف بليز خبريني بليز اليوم نحن مثل العاده صارت المحطه تقريبا شبه دايمه عنا اللي بحب ياكل اكل لبناني يتغدى هيك لقمه لبنانيه اصيله يتفضل لعنا اليوم نحن من 8 للأربعة مبدئيا كل شهر رح نصير لقاء معكم دوري فمثل ما عم نقول بدنا نحرك بدنا ناكل لبناني بدنا ننتج لبناني بدنا نعمل سياحه داخليه لبنانيه بليز تعوا من 8 للأربعة هالعارضين كلهم هالمنتجين شوفوا قديش رائعين خلينا نحن نتساعد كلنا مع بعض خلصنا بقى قديش مهم الموني للبنان الموني ولبنان اذا بدي اقول لك كلمتين موني لبنان خبرينا عنه موني ولبنان هو شغلة متكاملة هي عنا اكتفاء ذات انتهينا لما كانوا يقولوا اللي عنده موني مكتفي تلقائيا 100% سليم ليش؟ لأنه الموني هي مجموعة متكاملة من الغذاء من مربيات مكدوس مخللات دبسيات سلطات كبيس غذاء بالزيت حتى منوصل فيها للصابون البلدي فشوفوا هالاكتفاء الذاتي تحت اسم من أربع أحرف اسمه موني فبليز يا جماعة نحن عنا ثروة عنا ثقافة عنا أنطني عم بساعدكم تتعرفوا على هالشي وتستكشفوه عن جديد استفيدوا من الفرصة وخلينا نرجع نحن نقول لبنان الحلو هو لبنان بأكله وساحله وإنسانه وطعمته بأنطني ومارت وكلنا سوا خلينا نعمل هالجبلة هالطبخة ليطلع لبناننا لبناننا ما نسينا ماي ملكة الموني بلبنان فين نقول شي برات الهواء ملكة شو انا ملكة ملكة الموني هي الموني صعب تقول هون بلبنان ماي ماي بتشتغل صار لها اكثر من يمكن 15 سنه مع اكثر من 44 تعاونيه بلبنان تعاونيه نسائيه بتدعم بتشتغل بتعمل تريننج ماي الجندي المجهول بالموني بلبنان وفعلا كل ما التقى بحب ارجع اقول لك برافو وميرسي على كل جهودك لانه كان في موني ما كان في موني في موني على الطريقه التقليديه القديمه قبل ما يوصل في موني على الطريقه الانترناشونال ستاندرد وايزو مع ماي أنتوني الموني موني بس أنت عم مثل ما بيقولوا عم بتخلق له موقع الأصيل اللي هو يواكب الموني منا لعصر أو لفترة هي تواكب العصور واليوم بدي ذوقك شغلي وهي بلا توم هي فول أخضر كان مفرز خلال الموسم كان في كميات فول أخضر تفرز مع ملح وحامض حصرم فيك تاخده كتير أبريتيف كتير طيبة أكيد أكيد بتفرز بنشيل بنحط مثل ما هو بينسلق بينسلق بس بدك تقدمه سلقه خفيفه هلا فيك كمان تحطه بمي فاتره على طول اذا بدك تاخده شوي هيك قطره بعد وفيك تاخده هيك بسرعه بتتسلى فيه والفول المثل الحلو تبع الفول ما تقول فول الا ويصير بالمكيول لا ولا يصير بعدين بالبطون حتى نتاكد انه دخل هذا الاحلى من الفول
اثنين بيشبهوا بعضهم كثير هيك بيقولوا فوله وانقسمت. ايه يعني شو قصدك انت وانطن؟ كل واحد عقيسه. تفضل روح. هالفوله تبعك. يلا رجع نبلش من الاول تبع انت. 100% حلو. فأنا عندي رفيقة جورج دكاش اسمه. أنا بالنسبة لي هو مرجع بالزراعة يعني. قال لي بدك تجرب العسل تبع مريم. ومن يومين ثلاثة تعرفنا عليها. دقنا عسلتها بعقده. صارت معنا بتستحي. سو أنت عمول شغلك. لا مريم واو. عند أدحتك بتعقد. وقال قويك. وعسلتك. الباكيجينج حلو كتير. بريميوم. هاي أند. أوكي. عطينا شوي. عسل سنتين 100%. نحن قاعدين بفترة ومنحلنا بيضل بفترة ما بنروح لغير مطرح كرمال نحافظ على الصفور والرحيق تبعه للمنطقة ما يكون رائع لقمة بمحله بيضل. يس. وهيدا أنا عم بشتغل فيه. حبيت النحل كتير وعم نحاول نبيع عسل. وعسلنا 100% أورجانيك. وفي كتير عنا زبائن عندهم أمراض سكري وهيك بشهادتهم شهادات مختبرات كتيرة. قالوا لنا برافو. هو عسل سنتين all year long أو عندكم depending on the season يعني هيدا هو؟ نحن بس من 3 سنين ما عنا غير شيء. أوكي. سبقنا على ذوقكم. عم بدي شو لازم اقول. مثل ما قلت عن جد كتير سلس كتير خفيف. سويتنس او فينا نقول سكره كتير خفيف. كتير 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 خفيف. لونه كتير حلو. انتنسيتي تبعه كتير حلوه. فيه 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 ريتشنس. فيه هيك بدها بعد وقت. غني. ما بعرف اذا عم تقدروا تشوفوا معي اللون. فينا نحكي شوية تفاصيل ماركتينج وين بيلاقوه وين عم بتبيعي بتودي لبرا؟ سوف عم نشتغل على هذا المشروع نقدر نصدر لبرا. بس in the same time عم زبائننا على الفيسبوك مريم زابياري على الانستا مريم زابياري وانا كمان واتساب. بيتواصلوا معنا ونحن بنقدر نحكيهم. رقم التليفون تبعولنا 71-079-613. من فترة عسل سنجين باب اول. ثانكس. اوكي نيكست. يلا هون هون قفينا لانه يلا هاي يا هي هي هي. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ عرفنا حالك. تيستي ويز صار لنا سنتين بالسوق. هالسنه اول سنه بنعمل فليفرز ميري كريم. في عنا صار 14 فليفرز. عنا قصص شوجر فري وفات فري ولاكتوز فري. ميري كريم 14 فليفرز. We wow. are the only one in Lebanon. They have more than 3 flavors. Usually, Mary Cream in Lebanon is chocolate, vanilla, and strawberry. We have 14 flavors. We have cheesecake, peanut butter, salted caramel, and after 8, يعني هي mint with chocolate. And the exotic, and the pineapple, and the lemon with chocolate. اكيد وتشوكلت شوجر فري ولامن شوجر فري. يعني حسب الزبون شو بيطلب منكم حسب الايفنت تعمل الخلطه على هذا. اكزاكتلي. نحن اليوم شو عنا؟ نحن اليوم في عنا تشوكلت وفانيلا. اوكي. بيزكس. اوكي. يوجوالي لانه مش كل الناس يعني حبيت اعمل شيء بيحبوه كل الناس. عرفت؟ طب تراك مهضوم وين بيروح؟ كيف بيبرم؟ فوتراك اسمه تيست ويز. كثير لذيذ. وين عم بتكون؟ بس ايفنتس عم تبرم بالضياع شو عم تعمل؟ برايفت ايفنتس وببليك ايفنتس. لانه بدي كهرباء ما في ابرم بالضياع وحط موتور وجوا وهيك لانه عندي كثير ماشينز جوا. اوكي. بعمل كوفي بعمل تي بعمل نسكافيه عندي بوب كورن عندي الميري كريم وعندي فريش اورنج جوس. اذا حدا عنده ايفنت بيرث داي او باتشلر او مارج حتى وات ايفر فينا نشوف ميري كريم؟ يس كثير. اذا فيك تعطيني بس شويه وقت يلا بروح برجع لعندك. يا اهلا وسهلا فيك. كثير حبيت. ثانك يو. 70 اذا بدكم ايفنت 70 56 70 20. باي ذا واي كل الفليفرز انا بعملهم.
اوكي مش انه بجيبهم خالصين او شيء، بجرب قد ما في يكون هوم ميد، اعمل قصص هوم ميد. ثانك يو سو ماتش. وبعمل هوم دليفري ان كيس يو كمان. رو عن جديد عن جديد كثير عندك معلومات. رجع قال لي هوم دليفري شو ورجع بعمل كمان هوم دليفري باكس اوف 500 جرامز او 1 كيلوغرام، بوصل من بيروت للبترون وعند زبونات صار بالمتن حتى. وكم فليفر ماري كريم صار عندك؟ 14 فليفرز. 14 فليفرز ماري كريم، ايفنتس، برايفت بارتيز، بتصور فيك، كرام التليفون. 705-67020، ثانك يو سو ماتش. جريت، هذا هو رقم. اوكي، هيدا نشوف الحمار اذا بعده مضاين، عم بتطعموه للصبي؟ هو كمان لما تركب على الحمار وتمشي هيك. هي. عمل براشينج. براشينج هالشكل بتجيبه شكل مظبط حاله، عمل صوتي ضحك. بنت ايه ايه. اوبس. انتوا هلا 200 واحد عم يحضرونا، نحن وين؟ نحن بنيتشر بفارمرز اند بروديوسر ماركت، اكثر من 85 عارض اليوم هون موجود، عنا حمار، عنا حيوانات، عنا خضره، عنا كوزماتكس، عنا ايفنتس للاولاد، عنا اجواء بتاخذ تاخذ تاخذ لعاد. هيدا الماركت اللي عم بيصير هلا مره بالشهر بالكسليك بالزوق على الطريق البحريه، وبيفتح من الساعه 8 الصبح لساعة 4 بعد الظهر. اذا عاملين شو ما كان الغو، واذا مش عاملين شيء يلا بتعرفوا شو بدكم تعملوا. تظهروا في اكل طيب، كعك، مناقيش، مونه بيتيه من كل لبنان، من كل جهه لبنان، عنا من عكار، عنا من اقصى الجنوب، من الشمال، من البقاع، من المتن، من كسروان، من بترون وغيره وغيره. نحن عند نيتشر اللي بنقول لهم ميرسي لان استقبلونا، وعند مثل ما شايفين ورانا براند فور ليس اللي هنا عطونا كل الباركينج تبعهم اوبن تنقدر نستعملهم، نشتركي لهم موقف سياره وحده، فلازم نقول لهم ميرسي اجان اند اجان. من كفي برمتنا يلا كيدز كورنر، بدك نحكي معهم شو بيعملوا. هلو نحن هون كيدز كورنر، كثير اكتيفيتيز للاولاد يعملون فيهم، الاهل يروحوا يبرموا والولاد بيكونوا عم يلعبوا ويتسلوا هون. نحن اكيد ننتبه هون، في كولورياج، في فيس بينتينج، في العاب، فيهم يتفرجوا على الحيوانات وكثير عم يتسلوا الولاد. واكيد تعوا كلكم وجيبوا اولادكم، نحن هون بونسي دو في. لكن اذا حدا عنده ايفنت هو بالبيت بتروحوا لعنده على البيت. اذا عندكم ساعتين هي ركزي على الموضوع، اللي اذا حدا بده يلعب الاولاد عنده بارتي بالبيت، بونسي دو في على انستغرام التليفون. صح مزبوط، بونسي دو في على انستا البيج، وفي التليفون جاني مارديني 7111250. فيكم تحكوها وكل شيء ايفنتات للاولاد لشو ما كان فينا هلا صرنا بالمونه وعندنا اكل. شو اسمه؟ ليلي. ليلي. ست ليلي. هاي. ليلي. دي هاي. دي هاي. تعال نصور على الكاميرا. كثير مهضومه. انتوني بدي اعرفك على ليلي. ليلي خلقت مع اثنين غيرها، كانوا تريبلي. سو اما ما تخلت عنا. سو تبنيناها. حلو. فمتعميها حليب، بنغنجها، بناخذها وين ما نروح، فيش اقدم منها، فيش اعقل منها. وناويين نعملها البيت تبعنا، ليلي سميناها من ورا امها. حبيتها كثير هيك اتفقوا هي وهي صارت الحقونة. انا معقول بعدين شوف مثلا ست ستي جو جربن اليوم عم جربها على الهاي. كل ما يجي حدا دي هاي مش عم تقنع، مش عم تقنع. ما في مد ايدك كذا ما عم تقنع. خبرنا عنكم. هيك نخبركم عنكم. نحن بالمبدا فرم ادوكاتيف، سو عادة كنا نستقبل عنا مدارس نعملهم برمي، بس هلا مسكرين. سو اليوم اللي عم نعمله عم نبيع منتوجاتنا. بكوننا مزرعة بننتج كل شيء عنا.
وبنرجع بنحوله للمنتجات اللي شايفينه قدامهم. على على فيسبوك على يوتيوب اللي صار جايب 20,000 فيوز والناس لازم تحضر وتجي تشوف. مبدئيا ايه عملنا فيديو معك انطوني كثير حلو على فكره، بس اخر مره كنت عنا ما دقت هيدي بدي ادوقك اياها. هيدا بوسفير اوكي، هيدا اشرف درينك بالصيفيه، فيش اطيب منه ببوريت الفرم. الفرم هلا مسكره، هي ب فرشيما yes. بس عندكم كثير مونه غير هن yes. موجودين هون. مش بس مونه، عنا فرش خضره ولبن ولبنه وجبنه، كل ما تجي فيها انتجها، بس ما فينا نجيبهم اليوم معنا لانه ما بدهم براد. اوكي سو عم نعمل دليفري وين ما كان لبنان. فيري جود، هيدا بيجي كونسنتري وانا بحط له ماي يس. هيدي الامينه، هيدي الامينه، هيدي كونسنتري. بتحط ماشي بهيدا البريق، بتحط هالقد سلايين، تعمل لك كذا بريق، بتعبي الباقي مي، بتخلطه. انا بحب احطه مع نقطة مزهر، المزهر من منتجاتنا كمان. كله طبيعي اوكي. بنجرب نعطي احسن كاليتي، ما بنحط ولا جنس الكيماوي، المينيموم مينيموم رش كرمال بس الحشرات معقول تاكل الفواكه والورود. شو عنا مونه؟ خلينا نحكي عنه باركور دي سافور. اذا حدا عمله يفوت على انستا على يوتيوب يشوف الفيديو. هلا الكشك عم بيطلع معنا بارفي، الزعتر اكله، لبس الرمان، لبس الخروب، شراب البوسفير اللي ذوقتك اياه هلا. باركور دي سافور عن جديد رح ارجع لك، لكن كنت عم بعد عنا هلا الكشك. الكشك عم نعمله هلا عن جديد، سوبر طيب، عم نعمله بالمقيش، عم بيطلع شيء اكله. كنت عم بعد الدبسات، دبس الخروب، دبس الرمان، في عنا شراب البوسفير هول موجودين اليوم عنا، في عنا كمان شراب التوت. اذا عم بيطلب هذا الدليفري، في عنا مربى التفاح ومربى التوت هون كمان. في عنا اللبنه المكعزه اليوم جبناها معنا لانه فيها تداين برات البراد ما بتنتزع، وفي عنا هون كل شيء معقول نستعمله بالطبخ او ينشرب من خلال التفاح للمواد مزهر اسهين لوجع المعده. اكليل الجبل اذا حدا كثير ستريس بيشرب كبايه منها ويفشو بيروح. ديل حلوين، الباكجينج حلو، الستاند حلو. ما لسه انا قلت تجيب معك السعدين اليوم او هذا ما بتخلى. السعدين انا ما بخلى، ما بتخلى عن بيك. بس ما بيي انا بصير بده يقعدني ينتفني. جبنا معنا المعزي، المعزي الغنمه هاي مهضومه. اوكي نضرب. هلو زعتر العاصي، بس مش من العاصي. اوكي نحن الزعتر من عين الحور الشوف. نحن زارعين وعاملين المشروع مثل ما مبين بالصورة، فنحن منهتم منزرع ومنقصهم منشمسهم منطحنهم منخلهم ومنخلطهم وعنا يعني نحن فاميلي، عائلة، أنا جوزي صهري بنت أختي، كلنا كل واحد بيهتم بشي. وهلا نحن ما معنا شهادة اورجانيك بصراحة يعني، بس نحن بناكل منه طبيعي من عنا من جنينة. كثير حبيت تيشيرتي، التيشيرت تبعك عم يصير. ايه انا عملتها، انا كل شيء حلو، انا كل شيء بعمله انا من الان للزاد. روعة روعة. بس انا حابة ادوقكم الزعتر تبعنا وتعطونا رايكم. في زعتر عادي نحن تراديشنال يعني الخلطة تراديشنال، وفي عندي الزعتر الاخضر اللي هلا نحن قطفناه وشمسناه خليناه خشن، حطينا له سمي وملح وزيت. تفضل في توست هون، حبي انا ادوقكم اياه وتعطوني رايكم. كان عم نحكي عن زعتر على الطبيعه تبعي، زعتر كثير لانه حد شوي يار. عاده لازم نحط له بصل وبندوره ليكسر شوي، بس هون خفت من الشوك. لوكس نايس. تفضل مارو. واو مش حد ابدا، مش حد، حديته لذيذه حامضه لذيذ. بيقولوا انه بيعمل لهم الزعتر حرقه. هلا في ناس كان يعمل لهم الزعتر حرقه، بس مش انا ما بدي بيع، اللي بده ياخذ اللي ما بده ما ياخذ. صاروا يقولوا لي ما عم يعملنا حرقه، ما بعرف يمكن طبيعه الارض، طبيعه المناخ اللي عندنا. هيدا هو هيدا كله. ايه نحن انا عندي بلين هيدا، ايه هيدا هو هيدا مظبوط. مع شوية زيت حط له سمي وملح وشوية زيت وبندورة وبصل، إذا بدك تاكله بوقت بنفس الساعة. بيوتيفول، جريت جوب، ميرسي، برافو، نايس. هاي بونجور، يور فان، كيفك؟ منيح. رجعنا تلاقينا. اوكي هلا اليوم رجع سكنا، تلاقينا جماعة الماضي ناس بيور فارمز. أول شيء اختصاص نحل، مربيين نحل، هندسة زراعية، عندنا عسل، والوالدة هي بتشتغل المونة والمربيات.
العسل تبعونا مثل ما انكم شايفين عندنا كاليتي كبيره، عندنا حوالي 120 قفير و اتس جريد اي كواليتي. السنه انت بتتركها مثل ما هيدي ناتشرال. السنه عملنا هذا الشيء جديد اللي هو انفنشن. هلا السنه كان اتس ترايل اوكي، واللي هو انفنشن بنخلي نحن النحله تعمر العسل اللي بشهده بالمرتبان من دون ما ندقره بايدنا نهائيا مثل ما انك شايف. اوكي از يو كان سي مفبرك هون، مفبرك بقلب المرتبان خاتمينه دغري. نحن بنشيل المرتبان بنسكره بضل اتس بيور، ما في هيومن انتراكشن نهائيا بالعسل. يعني عم نجرب قد ما فينا نوصل المستوى الكاليتي تبع العسل تبعنا لدرجات جديده لغير لبن. وهون كمان بنطلب منك شيء، عندنا الفريش بولن، عندنا كل شيء بنشتغل خاصه بالنحل. والمونه كمان شغل الوالده لو شوجر وكثير طيبين. كمان هون اللبنه الصغيره مثل ما انك شايف انطوني، هيدي لبنه المعزه مجهزينها بهذا الحجم الصغير. عندنا شيء جديد كمان هو حشيشه البحر، اللي عالم اذا ما بيعرفوا هيدي شو هي، هي بلموها عن البحر وبتنكبس بهيدا وكثير طيبه بالاكل. جريت انطوني هيدا لك اول شيء، تنت عليك دوق وتخبرنا شو رايك. انا بعد ما دقت. انت بعد ما دقت؟ بعد ما دقت. عم تمزح رح كون قبلك. بعدهم بالافران، هيدا انت لك بتدوق وتخبرنا. فينا اكلها، فينا ابلعها. كل شيء الشمع 100% ناتشرال. ايه الشمع هن معمرينه، انا بس بعمل لهم انتراكسيون صغيره ليطلعوا يشتغلوا بقلب المرتبان. هلا السنه كانت تجربه منا ناجحه 100%، بس السنه الجايه عرفنا شو التحسينات اللي لازم نعملها تيزبط معنا. عظيم، لكن المرتبان اكبر السنه الجايه لإلي. اذا اكيد. ميرسي. ثانك يو. او بيكون معبى وين ضروري ضروري. ميرسي قبل كثير كثير، لازم اقول لك ميرسي عن جد عن جد. طربقنا لهم الدنيا، خربنا لهم الدنيا، ان شاء الله بنزيد لهم السيل، ما بنخفف لهم اياه اليوم. لازم نعمل جعايل، نستفيد من الموضوع. اول شيء اقول لك ميرسي. بالعكس. شو هو برانس فور ليس؟ برانس فور ليس هو شيء انعمل خصيصا للعالم اللي هي محتاجه، واللي هي عم تنبش على تريجر معين باسعار كثير رخيصه. فانخلقت من هون الفكره، وبرانس فور ليس بلشت تكبر على هالاساس هذا، ووصلنا الحمد لله لمطرح ما نحن. وبرانس فور ليس لكل العالم، لكل الفئات، لكل الطبقات، وعندنا كثير اشياء حلوه، ونتمنى على الكل يجوا، اللي ما بيعرفنا يجي يزورنا ويتعرف عليه. Thank you again لأن عطتونا الأرض عندكم. يا أهلا وسهلا فيكم. ونقلن شغلة صغيرة بس باسم كل إذا بدك الناس يلي صاروا نقدر يكونوا هون بسبب الإسباس، نقلن Thank you، لأنه نحن طلعنا من تقريبا 50 عارض لهلأ 80 عارض، يعني في 30 عارض زيادة، 30 عائلة زيادة عم نساعدهم بسببكم. So thank you على الإسباس. يا أهلا وسهلا فيكم، نحن حقون ورح نضلنا حقون. Thank you كثير. Next 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 يلا برنس فور ليس مش نكست. بونجور. صافا؟ صافا. يلا عافينا خالد. تيتا أخذت الكشك الريسيبي القديمة الترديشنال واي وعملتها عزوقة وغيرت فيها. عملت طريقة عزوقة وغيرت. هذا الكشك الأخضر إذا بتحب تذوقه بتعطينا رأيك فيه. هي ام نصير والبراند على اسمها ام نصير كشك اند مور. هلا مبدئيا احنا مبلشين جديد، مبلشين بالكشك، بس اكيد رح نكبر ونطور الكشك. ام نصير كشك هو كشك بقر، في بقر، البقر وبقر ومعزه، وفي معزه. البقر نحن لانه بنستعمل لبن بقر ولبن معزه بنفس الوقت، لانه المعزه خفيف والبقر بيعطي شوي دسامه، واللي بحب يكون خفيف بينزعج من البقر بيكون عنده بس معزه، الاوبشن معزه، بس الكومبينيشن كثير بتعقد بقر ومعزه، احلى ما يكون بقر على الحل. ليز اعطينا رايك عمو المعروف. هو كشك اخضر قبل ما يصير يابس. هيدي هي بروسيدور، بتبلش بتبل البرغل بلبن بتكسره بصير مثل العجينه. بستغرب كيف الشباب ما بتاكل كشك، ولا اكثر من هيك. في ناس بتعتبر انه الكشك للخجاريه والكبار.
ولا اروع من هيك. كشك منشف مع شويه مي، فيه ناس مع توم، فيه ناس مع بيض، رائع. فيه كمان فينا يعني نطبخه مع ورمة او مع زبده او مع ثانك يو. تفضلوا. بونجور سبا، رنا داغر من مجدلونا الشوف، البراند تبعي مجدمونه، مجدة يعني مجدلونه ومونه مونه. انا بعمل مربى ميكس، بلشت جديد بالبراند، بعمل مربى ميكس مثلا سيترون جينجان، بعمل لافاند افوكا لافاند ومشمش، بعمل فريز ايمونت، بعمل مشمش مع مزهر، بعمل مشمش مع جيرانيوم. وابرسا في كمان عنا زعتر اخضر، زعتر بلدي، عنا نعنع اخضر. يعني الـ الـ كله المربيات تبع المربيات تبعك منن عادي، كلهم في اختراعات سبيسيال، كلهم فيهم سبيسيال. اذا بتحب تذوق كمان افيك ان جرام فيزي ميلاس دو نو كاروبيا طبعاً. حلو، حبيت البراندينج. واهلا وسهلا فيكم بمجدلونا كمان. يلا ان شاء الله شنو مفعل عندك على الطاقه. اوكي اهلا. اوكي ما بتحب تذوق؟ يلا هلا ذوق. تفضل. لا بس فينا نكفي. خبرينا شو. يلا لا 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 اهلا وسهلا. تفضل ذوق. هيدا صور كرون. جا عارفين على حالك. انا هون بروبيوفيل. هيدا الاكل عندي اكل بروبيوتيك، يعني مثلا هيدي شنكليش ولبنة عادية ولبنة هيربس، بس ما فيهم حليب ابدا، مشتقات حيوانية ممنوع. وعندي الكبيس ممنوع يدخل له شيء اسمه خل، لو كان خل بيتي لو كان خل بيو، لانه الخل بوقف عملية الفرمنتيشن. ونحن لما بدنا ناكل تغذية بدنا ناخذ فوايد، مثلا اللي عنده نفخة رفلو غازات كونستيباسيون او دياري محتاج ياكل على هالطريقة ليقوي البكتيريا النافعة يلي عنده، يلي هي اساس صيانة ومناعة المعدة والقولون. هلا المرض الاساسي بالحياة صار المصران والمعدة، عند كل الناس بيشتكوا منه. الادوية ما بتفيد طريقة الاكل لحتى تستوطن البكتيريا النافعة بمعدتنا، تصير عندها مناعة قوية تقدر تدافع عنها بوجود الميكروبات، بوجود الاشياء العاطلة الكتيرة. يعني منذكرون عن البراند شو هي اسمها؟ بروبيوفيل. اوكي، وين بيلاقوك اذا حدا بده يشتري من عندك دراجة؟ على الانستا بروبيوفيل، على الانستغرام. كنت عم تقولي لانه انت الكبيس بلخل. بلخل. كيف تعمل الكبيس بلخل؟ مشان هيك لونه هيك ابيض. ايه اوقات بيعطي لون ابيض اوقات لا، بس بدي اياك تذوق وتقلي رايك. شو رايك؟ ما في خل. كبيس وكمين مفيد. كانه فيه خل، مثل غيره يعني. كانه في خل بس ما في خل. هلا اجى شخص قال لي ما في يذوق الكبيس، قلت له ليه؟ قال لي انا عندي ضغط. قلت له لان عندك ضغط انا بدي اتحداك وتذوق. ضاقه اخذ. ليش؟ لانه عمليه الملح لها دوزاج، يعني كل ماج ماي، خلي الناس تسمع تتعلم تتعالج حالها، كل ماج ماي بده نص ملعقة صغيرة فلور دو سال أو هيمالايا، بس كل ماج نص ملعقة صغيرة. وليك شو بيعملوا نكهة؟ إذا حطيت خل وقفت عملية الفرمنتيشن يلي نحنا ناطرينها لنستفيد فيها. روعة. عرفت؟ ميرسي أبو. كمان بدنا نقول ميرسي كتير لجعبو ملحم. Thank you so much for your support. Thank you again and again and again. كلكم بتعقدوا عن جد. حبكم قلنا بيحضن وبيخلينا نضل متابعين. Next. ما نتعرف على حدا منه مشترك معنا بالبار، بس منبسطة لتكون هون. سوزان بعلينا هي جورناليست ايكولوجيك تكتب من أكثر من 20 سنة. فنسألها رأيها بهيك بهيك. عارفين عن حالك وخبرين رأيك عن المعرض. دونك سوزان بعليني جورناليست. المعرض كتير حلو لأنه أول شيء بيعمل كونتاكت ديركت بين البروديوسر والناس، وأكيد هدول الناس ما ممكن نتعرف عليهم غير بإيفنت من هالنوع، وهذا الشيء دغري عنده منفعة مباشرة لألون ومنفعة مباشرة للعالم يعني كمان.
واللي حلو كمان انه من عدة مناطق مختلفة، يعني الواحد كمان بيكون هو وقاعد هون بيكون كمان عم بيتعرف على منطقة، عم بيتعرف على ناس بهالمنطقة وعم بينفعهم كمان بذات الوقت. دونك هيدي الايكونومي سيركولير اللي دايما بنحكي عنها واللي كثير مهمة. سؤال بسأل لكل العالم، قديش مهم المونة لبنان وبلبنان؟ هو اهم شيء لانه المونة هي اللي هي الكاركترستيك تبعيتنا، يعني مش انه الخصوصية تبعيتنا هي المونة بتاريخنا وبحاضرنا وبكل شيء. لهيك لازم والحلو كمان انه هالمونة مش عم تكون زيتها، يعني عم بيصير في خلق لغير منتجات وهيك، يعني دايما في كتير كرياتيفيتي بالموضوع وهذا الحلو. يعني لبنان بده يضلوا يروح لقدام يعني ان شاء الله. Thank you so much. Thank you. اوكي هيدا بتاخد بريك وتخبرنا شوي عن نيتشر. يلا مرة حكينا شوي عن كيف بلشت الفكرة وليش بلشت الفكرة. انت كنت استاذ جامعي وبعدك فجأة وعيت نهار قلت عبيري اعمل نيتشر. خبرنا شو عن نيتشر، قديش بيجمع الناس، قديش بشغل ناس، قديش مهم، شو بيعمل، كل تفاصيل. هيدا حكي عن نيتشر. يلا هلا في اكثر من سبب اوكي مناطرين هون في اكثر من سبب ليه فكرت بنيتشر. سو اول شغله هي لانه انا خلقت بعائله زراعيه كليا، يعني فانا كثير مأثر بجدي بي امي يلي هو كان لاندسكيبر كثير معروف، وهيك هي اول سبب انه من احنا وصغار لاندسكيبينج وتفاح وكل هيك. بعدين بي وامي وخالي كمان بالدومين. هلا ما بعد هيدا انا عملت مهندس زراعي، وبنفس الوقت كنت هيد اوف ديبارتمنت الاجريكلتشر بالوزاك وكنت حتى باللابس. فتعرفت بهالفترة على كتير من الناس بتعمل مونة، بس مش بس يعني أحسن عسل، أو بتعرف مين بيطلع بتعمل فحص لحدا بتعرف عنده أحسن السنشل أويل والأشياء كلها. وتالت شغلة بقولي مهم أنه أنا عالم تيفي. سو الفكرة هي أنه صار يسألوني كتير ناس وين بلاقي هالبرودوية، ما بلاقي هالبرودوية، ما بلاقي هالبرودوية. قررت حتى هالتلاتة بقولي من حياتي بفرد مطرح وخلقت نيتشر اللي هي مثل كونسبت ستور. انا بسميه اول ان وان كونسبت ستور، بنعمل ستاديز، بنعمل لاندسكيبنج، بنعمل دراسات زراعيه وهيك. ومن شي سنه فتحتنا انطوني ودركبنا هيدا هيك نايس. السوق الجو كثير حلو اليوم. بس خليني لك شيء لانه بحب اقول هيدي الجمله. انا بالنسبه لي نيتشر هي اذا بدك السام تبع كل الناس اللي فاتوا على حياتنا، في منهم ظهروا في منهم بقيوا، بس كل حدا زاد تاتش على نيتشر. من اذا بدي اشكرهم يعني عن جد ما بتوقف. حتى الناس اللي فترات بيحكوا عليك بضايقوك هون مثلا ساعدوا نفتح نيتشر، عرفت؟ 100% هيدي الفكره. الجو كثير حلو، كثير مبسوطين نحن انه وير باك تو ذا روتس. هيدا اهم شغله، رجعنا على الاساس، رجعنا على الطبيعه، رجعنا على لبنان. سالت سؤال لشخصين هون اليوم، ليش شو يعني مونة، قديش اهميه مونة ولبنان. الجواب هو زيته المونة الاساس. ما بعتقد في بلد بالعالم بيعرف شو يعني مونة. المونة اللبنانيه مونة الضيعه، كل عائله فيها تعمل مونة، كل ضيعه فيها تعمل مونة، كل ست بيت فيها تشتغل. واليوم رجعت او بلشت تصير مونة على الموضه. من 10 سنين نحكي بالمونة بيقولوا انا اكل مربى سباكلاس بس نتلا. اليوم المونة اساسيه، وقديش في اشياء مهمه من المونة، قديش اليوم في بالصيفيه فينا نجمع نعيش فيهم سنه شتويه. 100% تقول لك كم تنكمل نحكي عن نيتشر ديركتمو. نحن وقتها فتحنا نيتشر السي اس ار تبعنا بالاساس كان المونة. يعني بس هيك تنقول لما واحد يكون عنده شركه بالكسليك تحط رف وتبيع عليها مونة بتخسرك، تفضل تبيع غير اشياء. فنحن بالاساس لان المونة هو تخلي الناس بتضيع تساعد العيال نعمل هالماركت. هلا اكيد كبرت عم تكبر اكثر، بس هذا بالاساس كمان كان بنيتشر. تقريبا كم براند عندكم اليوم؟ كم براند مونة؟ عن جد بطل تعرف ولا يعني. هلا في عنا بتصور بين ميد باي نيتشر وبين نيتشر اكثر من 100، بس ماني بدي لازم نعدهم لانه عم بزيدوا كثير. ما نحن كنا نعرف شوي وانت بتصير تنط من ضيعه لضيعه وبصير نعرف ناس اكثر ان شاء الله. انا يعني الحلم تعرف صرت تعرفنا على بعض، قلت لك الحلم انه نكون في عنا سوبر ماركت خلينا نسميه. انت سميته باول مره تعرفنا بعض اوتيل المونة. اوتيل المونة لازم نعملها شهر. منيحه هيدي اوتيل المونة. اذا حدا عباله يقضي ليله باوتيل ما في نومه، بس بيشتري مونة هون. اوكي في ستاند بروحه بيجي بروحه بيجي بحبه كثير، هيدا كان بلش فيه اللي هو ايادينا. اوكي بس هونيك نسينا بس ستاند، بس انا ايدت بنرجع لهم. اوكي ايادينا لانه ستاندهم حلو، الوانهم حلوين. بعدين حدهم سليم بحبهم كثير، كلهم بحبون. طبعا تفكروا عم شد مع حدا ضد حدا، كلهم بحبون. بس في ستاندات هيك شغلين على الماركتينج اكثر واكثر، والبرودوي تبعهم طيب كثير. ف ايا دينا بونجور. ها
لنشوف عيونك حلوين. ايادينا ايادينا خبرنا عن ايادينا. ايادينا هو مصنع بعجلتون. نحن اخذين ارض بلبنان من كل منتجاتنا شغل ايدنا كلهم اورجانيك. نحن بنكرر المي ومهندس متخصص من جمعيه فرنسويه هو اللي بيشرف على الارض وهو اللي ما بيخلينا نستعمل لا كيميكال وبالرش بنستعمل دواء شغل قديم وكل منتجاتنا بيجوا من عندنا. حلو كثير. خلينا نحكي عن ايادينا. بخبركم اول شيء عن هيدي سله البهارات الحلوه كثير. خلينا احكيكم عن البراندنج الحلو، عن اللوجو العظيم، عن الالوان الحلوين، عن الدقه بالشغل الكثير كثير حلوه. فعلا روعه. وين الناس بتلاقيكم؟ بعجلتون اونلاين دليفري مأمنين. الناس بيحطوا كوموند وبيجي الليبون بوست وبيعمل دليفري. روعه ميرسي. كلك ذوق. ثانك يو. رح نروح. بعدك عم تكتب على ايدك؟ بعدني عم بكتب على ايدي. فرجينا عضلات؟ ما فيني خبرك كيف. هالنيل بس. هلو. جاي خبرينا عن سليم بليز. نحن سليم هوم ميد ديلايت. عنا كل شيء سبريد، كل شيء بتدهنوا على الخبزة. في قصص، في عنا حلاوي كمان. كلهم خلطات خاصة سبريدبل. في عنا سيربس بلا شجر، هول مع بيريه، مع جن، مع قصص حلوة. في مربيات بلا سكر، في مع هاني، في شوكليت سبريد كتير طيب، وفي نوت باترز لايك بينات ألمند. بحب اللوجو، بحب البراندينج، بحب التفاصيل والدقة بالشغل. فاميلي بيزنس، بيساعدوا بعضهم. حلو كتير. كلهم على الإيد. خطك علي أويك. مرسي. جيل. حلو حلو كتير. بحب كتير أنا ما دفعنا حق ورقة، ما دفعنا حق شيء، كتبوا على الإيد وحدة وحدة. هلا تعب حرام، عضلوا إيديه، مش عم بلحق بانادول، صارت أوفر إنه أجيب ورقة هلا. أوكي نحكي مش عم نطلع لفوق. يس أقول لك شغلة، إنه أيادينا وسنين اثنيناتهم موجودين بنيتشر جوا وموجودين على ميد باي نيتشر، سو كمان فيهم يعملوا أوردرز أند ديليفري. اوكي ميد باي نيتشر دوت اب عم بسمعها منك، سمعناها كثير اليوم. yes. عم بسمعها منك انت كيف بتفسرها؟ ميد باي نيتشر دوت اب هي بدك موني بوصل لك اياها على بيتك بكلفه كثير 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 قليله. مزبوط. مثل ما بتشوفها عنا بتوصل على البيت بهالفرق كثير صغير. نحن عم نعرفهم على العالم يلي البرودكتس تبعهم عليها، هيدا الاساس تبعنا. يعني بنيتشر ميد باي نيتشر اهم شيء عنا الكوميونتي، يعني تتعرف على الشخص يلي هو عم يشتغل، مش انه انا بقول له بدي اشتغل انت وانا بدي ابيع اندر ماي براند. هيدي الفكره الاساس تبعنا. والدليفري بحد ذاتها بتكون كمان عم تساعد لبنانيين، لانه اللي عم بوصلون هن تلاميذ جامعات. هلا في نكزه مشاكل عم بتصير ليتلي، بنزين واخبار بتعرفوا، بس انه ان جنرال هيدي هي الفكره تبع ميد باي نيتشر، انه نوصل هالبرودكت كلهم على البيوت. طيب الارزه ايه لا واو، بدنا نقول له برافو على الشوب اللي عم بحسه جوا. مين في جوا؟ بعتقد اليوم بتشيل 5 كيلو. هلا بتشيل شوف شو شعر بس انه ايه سونا كرمال الشعب اللبناني. ميد باي نيتشر كان بدي افتح ميد باي نيتشر دوت اب ابلكيشن، مش ابلكيشن، بيج كثير هينه. ميد باي نيتشر كمان اون اوكي بنروح على التليم، بنروح على التليم. اوكي ميد باي نيتشر بتفوتوا بتنقوا البرودكت اللي بدكم اياهم، بيطلع البرودكت اللي بدكم اياهم. حتى صار في جوس ووتر ميلون ريجولر بوتل جوهره، كل الستاندات الموجودين اليوم. اذا حدا بده يطلب، ليتس سي انا اخذت غراض حقه 200000 ليره بده يوصله على البيت، بتاخذ دليفري تشارج قد ايه؟ 10000 بس. هذه هي. هي يس 0. بوينت... لا نص دولار 100%. هيدي الدليفري تشارج يلي هي اذا حدا ما عباله يبرم بتضيع، ما عباله يروح يعمل شوبينج، في يطلبهم اونلاين. بس تقول بس من جمعه صرنا 10000، كنا كل هالوقت كان 5000، بس اللي عم يحضرنا من برا لازم يعرف انه البنزين تربل، يعني هي الفكره. فبيوصلوا كل هالبرودويات لعندكم، تلاميذ جامعات بيوصلون، بكون كمان عم نخلق فرص عمل. اوكي، مارك رح اعمل شيء ضد القانون. انه عنا شخص اسمه مارسيل. يلي طلب انه ما اقول اسمه.
اوكي بس بين جمعة عم السجل وهويته بعد ناقص. مارسيل بتقول لك ميرسي كثير كثير، المرة الماضية عطينا مساعدة كثير كبيرة واليوم ما عم شوف الا تليفون عم بيطنطن دونيشنز عم تجي. مارسيل ثانك يو سو ماتش، مرة اقول عائلتك لانه طلبت مني ما اقول انت مين، بس مارسيل اللي منه عايش بلبنان بتقول لك ميرسي 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 من القلب، ثانك يو سو ماتش. يو كان نوت نو قديش هيدي هالمبلغ اللي يمكن لك صغير هو لنا كثير 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 كبير، رح يعمل فرق كثير كبير بكل المساعدات اللي عم نعملهم. نحن قبل امبارح وزعنا 40 مليون، جمعة الجاي عم نوزع رجع 40 مليون عن جديد، ورح نجرب قد ما بنقدر again and again نشتري مونة نشتري مونة نشتري مونة نشتري مونة، لأنه في ناس مش قادر تفوت مونة على بيتها، وفي ناس عم تعمل مونة ما عم تقدر تبيعهم. في أنا عامل كمان شيء ضد القانون هيك، فما بعرف شو بسموهم رح غلط، بس إنه اللي عم يحضروا وعم بيعملوا دونيشنز شو بسموهم؟ سوبر شات سوبر ستيكر. اوكي هولي. اوكي ما بيبعتوا على باي بال 100% اللي عم بيعملوا هذا الشيء على باي بال من برا وهيك، يمكن لكم كميه صغيره 20 دولار 50 دولار 100 دولار، ما فيكم تتخيلوا قد ايه بتعمل فرق. 20 دولار بلبنان حاليا تقريبا 500 الف ليره، يعني فدوا ستاند عشوائي. فهيدي كمان شغله كثير مهمه انه نقدر نساعد، تكون اكيد عم بتساعدوا للشانل وهيك يعني، فبنقول لهم ثانك يو لانه نحن كمان كثير يعني هيدي الشغله بتساعد وبتخلينا نعمل فرق يعني. كم موظف عندكم هون؟ بنيتشر حوالي 25. اوكي بس هيدي هيك سؤال تنقول انه الكل عايزين نوقف مع بعض نقدر نكفي تما يروح يقعد بالبيت. بنكفي على الماركت، هذا الاساس ما يضيع لكم وقتكم. نطرح مع هونيك تما ننسى حدا ونقول عند ايمان. نحن البراند اسمه إيمان. تنبلش القصة لأنه نحن وبيليف إنه بيروت حترجع تقوم. نحن من أشرفية، بلشنا الشغل شوي بعد انفجار بيروت وديد بوكس أوف هوب، وبوكس أوف هوب عملناها للأولاد يلي ضرروا بالانفجار، وستارتد باي 100 كيدز، وهلأ نحن عم نعمل لـ200 ولد. أكيد عملنا كريسمس إيفانت، ويعني كل هالسنة كنا عم نعمل أشياء، وهلأ عم نحضر a healing game رح يتوزع after August 4 يعني malheureusement بزمنا نقول first anniversary. وتندعم هالمشاريع عملنا هيدا البراند، ومثل ما قلت سميناها إيمان لأنه نحن مأمنين بلبنان ومأمنين أنه بيروت will never die رح ترجع تقوم. وبهالشغل عملنا aromatic oils, exotic pickles وليكوريت وشرابات. كيف بلشت اوكي كل الناس يلي بيشتغلوا بهالمشروع هن ستات بيوت ما عندهم شغل، يا اما مطلقات يا اما عايزين يشتغلوا. سو بيزيكلي بناخذ كل الاغراض وبيروح بنروح لعندهم على بيتهم، وهن كل وحده بتشتغلهم ببيتهم. اوكي ما حكينا عن الاغراض، خلينا نقرب شوي عليهم. شو عندكم الاغراض؟ هيدول زيوت بنجمع فيهم اشياء، روزماري مع ثوم، ثوم مع حر وبهارات، يعني في كذا نقع. بعدين عنا البراندينج عم بينشغل عليه، البراندينج عم بيشتغل، بنشتغلها مع شركه وندر 8. اوكي هن اللي عم يعملوا لنا البراندينج. حبيت كثير هاي، تفاجئنا بالمعرض صراحه، يعني كنا بعدنا عم نشتغل براندينج. ان شاء الله عليه قويكم البي ار تي، بنفرجيهم اللوجو يلي هو اسمه بوكس. يعني الناس اللي بدها تشجع مش عم تقولوا لهم تعطونا مصاري، اشتروا من اغراضنا. مزبوط بدك تساعد ما بتعرف كيف تشتري اغراض. هيدا اللي هو عطيه، هيدا اللي كورتو ريحتهم حلوه جدا كول. ما ساعات واحد بيقول لي كور بيقول الكول، بس ما حسيت ابدا من الكول. طعم التفاح كثير حلوه، ريحتها كثير حلوه. قبل ما نبلش قلت لي بعد شوي رح ذوقك اوف كاميرا شيء تذوقه تعطيني رايك على الكاميرا، بقول لك برافو جيل. بدنا نصور شيء. يلا انطوني هيدا انت من وين جايين؟ انا جاي من لوس انجلوس. اي لاف لبنان، اي لاف يو جايز، اي واتش يو افري تايم. mtv.com.lb اتس ماي لايف، يعني بحبكم كثير. مش هيك اصريت لحتى اجي لو شو اصريت. انا عشتها من ثانيه. او ماي جاد، ميرسي ميرسي. او ماي
هيك نحكي عن انت جيتوا من اخر الدنيا انا إيه امريكا اي جيت انا بس ثلاث جماع بس كثير مبسوطه اني اكون معكم اليوم يعني شارككم بهالفرحه يعني عن جد كنت ناطره اجي كثير كثير لبنان احلى بلد بكل شيء بطقسه بشعبه ببلده باكله يعني كثير بنحب لبنان عن جد لبنان يعني شهدتي مجروحه فيه بحب لبنان عن جد انتوني ايموشنال مومنت ثانك يو سو ماتش ثانك يو هلا بشوفكم بدنا نحكي كمان مع بروف وين بتتذكر تعالوا عجزين تفتح عجزين بدنا شيء هيدا اذا بتحب ما مثل ما بدك عرفنا حالك انا بعرف انه مارك بيحكي عنك كثير 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 انا نعيم عويني استاذ بجامعه الرحدس الكسليك كمان مستشار وزير التربيه والتعليم العالي اكيد هلا في غضب بهالايام بس انه بالنتيجه انت مقصر انت مستشارين بتعملوا شغل لا انه انا شغلت التعليم العالي ما بتعطى لا بالتربيه ولا بالامتحانات واللي بدي اقوله انه اليوم بالمشروع اللي موجودين فيه هو فسحة امل الناس كلنا عايشه دبرس كثير كبير الوضع الاقتصادي كثير صعب الوضع الاجتماعي كثير صعب الناس خايفه لشو بده يصير مستقبل اليوم عم نخلق فسحة امل هالناس اللي ببيوتها بمناطقها هالانماء المتوازن عم نقول لهم لا فيكم تجوا فيكم تكونوا جزء من انعاش لبنان ومستقبل لبنان بعتبر هذا عمل جبار اللي عم بيقوم فيه دكتور مارك والاكيب كله واليوم بنلاقي حتى اذا بنطلع لبرا بنلاقي الناس كلها زعلانه بنطلع هون بنلاقي الناس فرحانه يعني اليوم عن جد لازم لبنان نقدر نحوله بقناعاتنا لبنان اللي نحن مؤمنين فيه لبنان المستقبل لبنان حقيقه لبنان اللي ضحينا له بكل ايامنا لبنان الانسان الجبلي اللي هو بيخلق مستقبل رائع مدام بونجور بونجور عم نحكي عن تفاحات جزين كيف التفاحات امتى رح بلشوا تقطفوا او قطفتوا لا قربت بعد هلا قربت حتى شو وضعهم بس السنه غير سنه الماضي السنه الماضيه كانت احلى بس شو ما كان مثل ما عم بقول يعني كل شيء من الارض حيكون منيح ومناسب وكل رجوع على الارض كثير منيح وفي شيء ما قاله هو ما بعرف اذا غار مني ولا هو مشروع براسه عمل زبط الارض بضيعته ببجدرفيل وطلع لعنا مارك وزارة وزارع كثير اشياء خضره فواكه انا مش مصدق انه بروف عويني بيعمل هيك بدها زياره هيك بس بدك حقيقه الناس تعلقت بالارض يعني حقيقه انه هذا الوضع اللي صار امبارح كنا بمهرجان بتكون الفستيفال اللي كانوا عاملينه حتى لاي مقام صديقي وقف ما حكينا شيء عن الوضع بلبنان حكينا عن الزراعه المخبرين انه انا عملت مشروع زراعي وهو خبرني عن مشروع يعني عن جد هالعوده للطبيعه وللارض خلقت صرنا بنقعد مع بعضنا بنحكي شو زارع كيف الزراعه عندك ماشي حالها ما بقى نحكي كنا من الاول صرنا ما نحل الشرق الاوسط والسياسي بالعالم لا خلينا نهتم بحالنا هذا شيء كثير عظيم لا قلتها بطريقه كثير حلوه مزبوط قبل كنا نقول شو عمل هيدا هلا هن مخبين وخيفانين نحكي عن الارض شو زرع اهتميت بالارض جارك شو عامل شو اشتريت مونه زيتاتك من وين بعدين رائع المهم انه دغري انت وقت تكون زارع دغري بلش تفكر يا اخي انا عندي انتاج بدي اوزعه على اصحابي شوفوا لنا يعني الروزيت عندها كاليتي مهمه لها بيطلع لنا انتاج كثير يعني عملنا بكره بتشوف المشروع بنروح بتشوف بالضيعه مين الناس اللي عايزه ما حدا بتروح ببلش تبعث لهم ليه يعني صرنا عايشين سوليداريتي كثير هيدا الانسان اللبناني الحقيقي وجود هيك ناس انا برايي ما بيروح ما بيروح ميرسي بيوتيفول اوكي يلا هاي صباح من وقت ما وصلت على بكره 7:30 بعد الضحكه هي زادت مراحل بتعقد لا مفروض هيك ما نحن مبسوطين بوجودكم وبالمحل وبكل شيء وبالست اب بتعرف عليكم بليز ريما عيد البرودكت اللي لي فروم ريما وود لاف وبنشتغل انا وزوجي بالبيت اشغل موني وعلى الطلب كمان اللي مين ما بده يطلب منا اي شيء شو عندكم برودكتس شو عندي برودكتس عندي مربيات عندي قصص خل فروم ريما وود لاف yes. موجود على الانستغرام موجود على الانستغرام ونحن عندنا محل بيبشمون وكمان في عندنا يعني a place for everyone to visit us يعني
beautiful. Thank you. Thanks لكم. Thank you. Nice products. ليمونشيلو. كل الليكر. كوفي ليكر. مينت ليكر. شوكليت ليكر. جيري ليكر. Ready to drink. Which one do you like to taste? Coffee. Yellow. So healthy breakfast. Healthy Rawa. Breakfast, yes. زعتر. اللون زعتراتك حلو. لا لأنه ناي على طازة. إحنا ما من يبسو كثير غير لونه. وبعدين من يبسو بالفاي مش بالشمس. سافين اشرب شوت يوم على بكره؟ يس بلا ال بلا عن جد؟ الروعة الروعة روعة حلو المناعة هيدا كثير جيد للمناعة ثانك يو سو ماتش اهلا وسهلا مسكو هاي اها بوجورك تخبركم خبرية قبل ما نفوت بالحديث خبريك المهضومة أنا قطعت على بكرة على شي 6 ستاندات كل واحد من الستاندات قال لي بتبلش نهارك بمعلقة من الزيت قال لي عن الزيت والكبيس قال لي عن الكبيس والعسل قال لي عن العسل وخل التفاح ففي هيدي المقولة بلبنان أنه بتبلش نهارك بمعلقة من أنت برانتاز كل شيء وبكون وكل الأمراض بتقضي عليها وما وقت عوز حكيم خبرنا وش عرفنا على حالك خبرنا عن زيتك شرب الابو جاوبي اوكي هيدي زيت زيتون يلي الالترا بريميوم اكسترا فيرجن اوليف اويل اخذنا الاورد العالمي لافضل كواليتي اوليف اويل ان ذا وورلد بلندن وبكندا رفعنا اسم لبنان هلا من جمعه بحس هيك بعد ما طبعا بعد ما وصلتنا الاورد لافضل نوعيه زيت زيتون بالعالم الزيتونات نحن زيتونات جبنا شجره الاسبانيه الاربيكوينا وزرعناها بجديده الفاكهه بالبقاع وحتى السفارة الإسبانية طلعت زارتنا طعمة الزيت اللي عنا مع إنه شجرة إسبانية فيها شيء مغير عن إسبانيا التربة عنا كتير ناجحة بعيدة عن كل شيء اسمه بولوسيون أقرب بيت عندي شيء 2000 متر بعيد عني وبالصحراء طرينا عندك ماتشي أكيد وأهلا وسهلا فيكم نحن عم نحكي كده عم دوق كريمي أحلى شيء هيك فول بوديد منه مي حديته بالاخر كتير لذيذة الزيت بتسحبوا هواء لحيت ما يفوتوا على زلعيم وتحسوا فيهم ما بيزحط بيطلع بالكم ترجعوا هيك تلحسوا شفافكم بالاخر فيه احساس الارض بطريقة ما بيترك هيك حدية بالاخر كتير لذيذة واهم شيء معصور على القد ومصفى طبيعي يعني بعدين هون ما في اكسجين من اول ما قطفناه قطعنا عن الاكسجين حتى هون في ازوت نيتروجين يعني هاي القنينه بتهديك 10 سنين لان ما بتعمل اكسيداسيون وما لها ترانسبيرانت هيدا اهم شيء وبعدين محميه من الحراره من الاي سي وهواء سخن وهواء مسقع سو بتعرف كل الفرق بالزيت زيتون اوكي عندنا كمان خل عندنا كمان نابولي بروبوليس عسل بتعرف العسل كمان بس رقم لا عسل هيدا عسل كلهم بالارض هيدا كيف لكان؟ دقلي هالعسلات انت اول شي شوف تكشر تبعه زيرو سكروز حسب الايري مركز البحوث ودائما بدك تشتري عسل يكون ليبل تتعرف انه مش حال عمل لك لان في سكر عم ينعمل بتعرفه انه عسل فعلا وليك البولا من كم لون انه مش مثل كل العالم يكون لون واحد اصفر او زهر او كذا في شي 30-40 نوع زهري وهيدا العسل بيطلع منه يلا ملتقى نحن فيكم هيدي الجمعة وطالعين نصور عنكم هيدي البروبوليس هاي الأساس هاي خبرني عنها لبنان قليل ما حدا بيعرفها يلا 1-2 خبرني عنها هيدي شو هيدي البروبوليس كناية عن الجلو يلي بيعمله النحل وهيدي الأساس تبع الإيمونيتي تبع الكانسر هاي بتفوت على الجسم شو في شي غريب وبتسكر لك عليه وإذا بتعرف أنه النحلة بس تبيض النحلة بتكون معقمة قد أكبر غرفة عمليات بالعالم بسبب البروبوليس هيدا كتير مهم كتير مفيد كان للفنجس كان لل بتشوف مكتوب كل شيء شو فيه خصائص له وهيدا كتير بأول مناعة لكوفيد هلأ كتير مشهور وللسرطان ميرسي هلأ أنا أستان أوكي رح نخبرك خبرتين من بستاني يس تخبرك شيء
بعتولي هدية ما اديتني اياها بعد. بدي خبرك خبرتك. استحليتها شكلك. خليني نحكي. طيب. تعال لك اول شغلة، اول شغلة انه كيف الناس بتقدم هو لما واحد يعطيهم ريمارك. فانت هذيك المرة جيت وقلت لهم انه ما شفت عالم لبنان او شيء، فاخذوا اون كونسيديراسيون ولبنان صار على البراند. هي اول شغلة. الشغلة الثانية طلع لك كادو صار له جمعة عندي بالمكتب. ما فتحته. ما فتحته، في لاتر لإلك. اوكي. إذا بتحب، والكادو بعده مسكر. بس كمل هيك يعني. ايه مزبوط، قالوا لي في ثلاث أنا. ما زعبر. وصار عندهم دبس تمر. دبس تمر. يس. عن جد. ثانك يو جايز. Dear Anthony, thank you for your support and the valuable comments. مظبوط، مرة الماضي كنا عم نحكي انه بدها تاج لاين زبطت، بده لوجو، بده زبط، زبطت. حسيت مثل انه البراند تطورت سنة بجمعتين. من بستاني شبيبة ما بتحب تطلع على الكاميرا، هربانين من الجيش. عم بمزح بس انا ما بعرف. هي من ضايعة من وين؟ من الشوف. من الدبية. من الشوف. دخلك من الدبية، انت لازم تخبرنا. الدبية مشهورة كتير كمان بورداتها، لا؟ كتير اشياء اكيد، فيها زراعات حلوة. الدبية اول ما تدخل الشوف انتوا طالعين على النهر هونيك منطقة دبية، عندهم دبس الخروب. دبس الخروب لازم كتير نعطي اهمية اكتر، ما نعطي اهمية مثل ما لازم. دبس الخروب محل السبريدز، محل بده حلقة كمان النوتيلا. دبس الخروب هو من التراث، من شغلة كتير مهمة بالبلد. فوائده طبية، اتس لاكساتيف. بلدين برا عم يعملوا باودر وعم يعملوا حتى درينكس يعني. مكدوس المنز كبيس لونه كتير حلو، براندنج حلو. طيب من بستاني موجودين على نيتشر؟ يس. اوكي بس انتو انا اخذ الكادو. ايه انتو شاهدين. بك بدي اخذك على ستاند تاني بس رح بدكوا بمكتب. ليتس جو. اها تحليه. ليش الحنازيم وانتو؟ الحمد لله. هاي يلا تحليه. تحليه هيك نبرم هيك وخبرونا عن تحليه. Proudly born in Lebanon. بأصعب الظروف اللي عم يمرق فيها البلد عملنا تحليه local product manufactured completely هون، بديل عن البرودكت الاجنبي اللي صار غالي او صعب يدخل على البلد. بلشت بالشوكليت سبريد، 6 فليفر. عندنا البندق مثل النوتيلا، عندنا اسميها كلها سميتها عربيه لبنانيه، يعني الجالكسي فليفر سميتها كراسي، عندك المقرمشه هي الاوريو فليفر، عندك البسكوتي هي اللوتس فليفر، عندنا الابيض وايت. كلهم سبريد، كله صنع في لبنان. اذا حدا عنده مطعم فكر تعطيها بكميه بكيلو 2 كيلو بالضبط. عندنا بالكيلو، عندنا بالخمسة كيلو، في مطاعم تاخذ من عندنا، في عنا كراب شوب تاخذ من عنا، كعكي شوب ياخذ من عنا. حبيت كثير الاسم، الاسم الاسم كثير حلو. تحليه طلعت فيه لانه احنا بلبنان كثير بنستعمل. شو في تحليه بعد الاكل؟ ولا اطيب. بكم ابطال شو انتم كل فخر. شو بدنا نتحلى بعد الاكل؟ شو في تحليه بعد الاكل؟ طلعت معي الاسم تحليه وسجلناه واشتغلنا. بس فكره تحليه انه البديل للاجنبي بس بنفس الكواليتي. نحن قادرين بلبنان نعمل شيء نفس الكواليتي الاجنبيه ونخفف نستورد بقى من برا. بتشوفوا البرودكتس واحدة ورا الثانية. عنا السبريدز حبيت كتير، لبناني ولا أطيب. عنا سبريدز على بسكوت مقرمشة، يعني الأوريو لأنه بتقرمش جوا. وايت أبيض، دارك شوكليت، أسود. أوكي بندق هيزل نوت. يعني كلنا استعملت كلام عربي لأنه نحن بلبنان نحن عرب. أول برودكت نزل معي هو السبريد، بعدين طورت عائلة التحليه. عائلة التحليه عم تكبر الحمد لله. عملنا هيدا البسكت رول كمان، بسكت رول عم بستعمل اللغه العربيه كثير. لبناني ولا اطيب، شغل لبنان. نزلت بلاين بعد الشوكولا للضيافه. عندكم اكونت على انستغرام؟ عندنا اكونت على انستغرام. وين الناس بتلاقيكم؟ وين الناس تشتري؟ في كثير سوبر ماركت في موجوده بيوصوها، بشوفوها على انستغرام وين they can find التحليه. في إلا كمان شغلة هلأ جديدة، جمعة الجاي حينزل عن تحلية حلاوي سبريد تندهن مثل السبريد، حينزل موتيزز لبنانية، حينزل سمارتيز لبنانية، وعم بيشتغل على الكندر. فعائلة التحلية عم تكبر إن شاء الله بس يهدر الوضع بلبنان. بلشنا نسافر لبرا؟ بلشنا نشتغل على دبي. إن شاء الله بسبتمبر موعودين نروح على دبي تحلية. يلا وعم نشتغل على ال شو نحن رح نقول لهم؟
لكل حدا بده يدعم لبنان فيه يشتري شيء لبناني ولا أطيب مثل التحلية اللي هو سبريدز على أنواعهم نوتيشن فاكس مكتوبين انترناشنال ستاندردز اند ريدي تو اكسبورت اول اكروس ذا وورلد. برافو. ثانك يو فيري ماتش. جريت. نقول عند الجار، الجار عم بيجي طيب. هاي. اوكي. اجوا لعندي على البيت، دقتهم، حبيتهم، سكر ما فيه، شوجر فري، كل انواع النوتس على جميعه، ان كان السمسميه اللي بتعرفوها بس بلا سكر. بندقية، لوزية، فستقية and so on يلي هن موجودين هون حبي 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 ماتيكا نوتس شوغر فري بليز عرفنا عن حالك وعن ماتيكا نوتس اسمي محمد نحن ماتيكا نوتس ماتيكا عنا كل شيء سناكس بارز شوكولات بارز اكيد شوغر فري شوكولا مقسم لعدة طعمات في شيء محشي بندق في شيء محشي لوز في شيء محشي فستق عنا المشاهير هن تراديشنال السمسمية فستقية بندقية لوزية ملنا قصص جديدة بعد أكتر صرنا نخلط مع بعضهم مثل الكوكتيل يلي هو بقلبه بندق لوز كاجو كله عم نحكي شوغر فري مريض سكر في ياخد منهم حدا حابب يعمل دايت ماشي مع دايتشن كمان في ياخد منهم في عنا قصص كمان أكتر دخلنا فروتس بتيجي فروتس أند ناتس بتيجي هذه كلها نية كمان كله بيجي لو كالوريز اللي بيحب أكتر من هيك كمان صار في عنا شي جديد هو بيجي كروكون بيقرقشه مثل إذا بدنا البرازق سمسمية وفستقية بتقرقش في كمان شيء جديد نزلناه يلي هو البذور او سيت يلي بيجي بقلبهم سمسم بذر كتان بذر لقطين بذر دوار الشمس في منهم بيجوا على فورم بارز في منهم بيجوا على فورم صواني اذا حدا بده اياهم خرشي ضيافه بده اياهم شيء يحطهم بمكتب او حدا ما بيحب ياكل البار بقطعه كبيره بيجوا بارز صغار بورسيونات بياكل القطعه ما بده كمان شوكولا شوغر فري لو كالوري التشكيله تقريبا بحدود شكله بشهي شكله بشهي Thank you. هلا عم نعطيك هيدي اللي شفتها كبير. طيبينه ما بلزق على السنين. Energy for the road. Why not? No, no. So this is Yara. This is my brand, my food journey in Lebanon. And the gluten intolerance. That's why I rarit in ana amel kilshi gluten free. ومن من الرز للطحين الدرة للسكر وpeanut butter granoli والبهارات. لكن عنا كل شيء عنا يه هون على الطاولة gluten free. Yes. وحتى هون عنا icing sugar, corn meal, sesame seeds, rice flour. في كتير ناس عم تسأل عن جلوتين فري أكتر وأكتر وأكتر اليوم عم نوسع وحتى في كيكس yes في تشوكليت كيك وفانيلا كيك في كيبر تابينات هالبينو والهالبينو معمولين من هوميد فينيجر so كمان it's 100% safe و no cross contamination وين بلاقوك؟ أونلاين يعني على الفيج على إنستغرام great seems nice seems good صورتنا اليوم كلهم صور حتى طحينة yes كول ثانك يو اوكي هاي كنيفي لايت يلا خبرينا عن الكنيفي وعن سويت اند اتس بلينك اتس سويت تايم ناو انا بعمل كل شيء هوم ميد بودر كله لايت وكتير شوغر قليل يعني it's not a sugar free بس كتير قليل وكله هوميد وعنا شيء جديد بقلاوة so light sweet time by flink flink لاوة nice كعك حليب كعك تمر كعك دبس كب كيك بيك شوكولات Nice. Seems interesting. كله light أو لا في هيك وفي هيك؟ لا كله light. كله light. شكله حلو. شكله كتير لذيذ. Very interesting. قبل شو عن كنافة light؟
خفيفة. It's a homemade كنافة منع بفرك الكنافة. هيدي خلطة سبيسيال لنا. وأكيد تشيز موزاريلا تشيز. It's light. وبدك تذوقها. يا شايفة صغيرة في واحدة هونيك في. لا هيدي الزاوية هاي. طب شايفة صغيرة. كمان يلا انا بلاش عطر عطر كمان لايت عطر لايت ايه نحن ما عملنا بعد اوكي هلا صحتين هوميد كنافه طيب اذا حدا بده كنافه بيطلبها قبل بوقت كيف بتوصليها نحن بنحطها على البيج او على البيج تبعنا عندنا فيسبوك كثير قويه فيري جود صحتين فيري فيري جود شفتوا خفيف كتير جبنتها مزبوطة الفرق مزبوط سكراتها على القد هاي كتير منيح روعة هاي سابا بيان اشتقت لنا ماكسيموم فرتك فرتكناها فرتك فرتيكي 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 يا فرتيكي شو عبالك تدوق؟ اذا نخبرهم عن فرتيكي اول شيء نخبرهم عن فرتيكي فرتيكي بتعرفش يعني فرتيكي؟ قلتوا لي اياها 10 مرات ونسيت كثير هينة شوكة ذا لبنيز فورك من هيك نحن باللوجو تبعنا تحت فرتيكي مكتوب ذا لبنيز فورك كرمالها تبقى تزعبر مرة الثانية بتقدر تقريها نحن بنعمل منتجات محلية بس مع تويست كرمالها حتى تو اليفيت الطعم المنتجات اللبنانيه معروفين كثير بالجوت لبنه يلي رح ندوقها هلا الجوت لبنه عندكم عظيمه لانه مدعوكه بقلب المرضبين عم نحكي عن البوربون جام اللي بحبه كثير هيدا رائع 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 لمن جام عظيم واللوجو لذيذ والفكره كثير حلوه ما فينا مندوق الجوت لبنة بلا لمن جام فوقها وهون بنكون فرتكناها اليوم يا انت حلو صوت ثانك يو سو ماتش بيلاقوكم عند نيتشر اكيد مزبور. عند نيتشر وفيهم تفولو اس اون انستغرام والاوردرز يعملوها اونلاين بيوتيفول بنفرجي برودكت هونيك وفي شيء كثير لذيذ الحرة كتير طيبة مع تشيبس ففيك تعمل لها دب وتاكلها صلصة البندورة الحرة فينا نستعملها للباستا كمان؟ فينا نستعملها للباستا حط توميتو سوس هون الأبل لمن جام كل الجامز تبعنا أكيد في بعض من الجامز من الموجودين معنا اليوم فيكم تلاقوهم أونلاين أو عن نيتشر Thank you so much Thank you عند أصدقائي هاي في شو بقوله في وحدة حيل ايه بيشد واحد حبيل مع حدا من اهل البيت لا لا لا, 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 لا انا بعتبر حالي من اهل البيت عن جد تعرفنا من زمان من ضيعة اسم النمورة سعاد ماهر بيعرفوا ليش بحبهم مش عايزة بخبركم نلتقى دايما باغلبية المعارض بطلع لعندهم على الضيعة صار لي زمان عزمتيني على رزعة دجاجة وعلى ورق عنب بس مش مشكل سعاد خبرينا عنه كيف ماهر بده يحكي اليوم ماهر ماهر بده يحكي اليوم انا اليوم رح احكي يعني كنت عم بتمرن هاي ماهر باتر بايتس وي ميك اول كايند اوف نات باترز مع بينات ودهاني هلا حملها عندنا كل انواع النات باترز البلين بينات المند كاجو بيستاشيو هيزل نات وعندنا ميكسز سبيشالتي لايك بيستاشيو مع حلاوه كاجو مع عسل وزبيب بينات مع عسل شوكو هيزل نات هي هيزل نوت باتر مع كاكاو من حليب دبس التمر شوغر فري تشوكلت فري اتس فيجن كمان المند وذ دارك تشوكلت اند اورنج كمان فيجن وي يوز دارك تشوكلت لين 78% دارك اورنج مارماليد معمول بالبيت والالمند باتر كل شيء الماما بتعملهم هي على ايدها ألازة ماما بالدنيا اكيد يلا اربط 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 بس ما رح خبرك شو الغدا ماهر عمل شيء بجنين صغير بعد ايش استقبل الناس ايمتى شيء جمعتين ثلاثة اكيد بنستقبل حدا وانتوني رح يكون اول واحد استقبل عمل جنينة وفي رزعة جيش
بدي اطلع معك. لحظة كم مرة قلت لك بتيجي انت؟ كم مرة؟ هلا كم مرة قلت لك؟ معقول معقول؟ طلعت على النمورة وما طلعت شربت قهوة. انا قلت له رز على الدجاج عطيه باكلي عندي. لا من كل عقله بدي اخده معي، تيقصمني رز على الدجاج. ولا مش ناقصك، ما انا نكمل بعد. بتطلع شبعان. ما هلا قلت وحدة مدري شو مصير واخبار. بتطلع شبعان. طيب بطلع شبعان. اوكي بطلع معي وحدة بتشرب. اكيد اكيد. اهلا وسهلا. اوكي هيت هيت قبل ما نكفي مارك بعد ما نرجع نذكر بال بالفود اريا اللي كثير مهمه. نحن تركين فود كورت على الاخر صرنا نعمل بارنا صغيره هيك بناخذ بريك وبنرجع نكفى على الستاند. ريدي فكر ايدك ايدك خبرنا عن ايدك كيف. تمام قلن قد صعب شغل اجري الاحد بالهايكنج استعمل شغل ايدي خلص لايف ساعتين ونص قد ايه صاروا. انتوني بيتعب كثير كرمالكم. بدي خبرك شيء، تتذكر وقت طلعنا على منجز وتأثرنا برئيس بلدية منجز وهيك يا حوق قشطة تعال تنسلم عليه بدك ولا بنعمل برمي؟ يلا قرب. شو هالسربريز؟ بونجور بونجور كيفك؟ كيف الصحة؟ يعني كثير مبسوط فيك. وأنا كمان. نحن منهنيكم منهنيكم على هيدي الخطوة اللي عم تعملوه مارك، فعلا مميز بهالأشياء اللي عم يعملهم. نحن منا هون، مع انه منا هون يعني، بس انا كتير بهنيكم على هيدي الخطوه اللي عم بتساعد تعاونيات وناس انه تعرض انتاجها، وهيك بيتحمس شباب ونسوان انه يشتغلوا بالبلد ويعملوا انتاج ويحركوا يحركوا اقتصاد البلد. هيدي شغله كتير حلوه. نستفيد من وجودك. ما تخبرنا عن ضيافك، ما تخبرنا عن منجز. هاي الناس اليوم سياحيا بتطلع على المنجز. شو في نحن بندعي الجميع يطلعوا على منجز. منجز هي بعكار باقصى شمال لبنان، أقصى شمال لبنان على النهر الكبير الجنوبي. منجز مميزة بتراثها الطبيعي والثقافة. منجز هي غنية بالتراث وغنية بالطبيعة، وقدرنا منجز للي بيعرف صار معها صارت هلأ هي على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي. هو أول موقع بيكون بعكار بيصير على مواقع التراث العالمي اليونسكو. من بتشتهر بلدة منجز بتربتها الخصبة البركانية، البركانية اللي هي كتير مفيدة للزراعة وبتعطي أنواع تقريبا كل أنواع الحاجات للنبات والشجر وهيك. بتشتهر منجز ببساتين الزيتون والعنب والخروب واللوز وتربية الدجاج والنحل وهيك. نموذجية. أنا بدي أقول لكل الناس إنه عن جد بتعلم منك. ما فيك تعرف ما فيك تعرف إيش بذكرك وين ما أبرم أقول لهم تعلموا تعلموا من أربع خمس برامج بلشنا. يلا جريت تعلموا تعلموا منه. تسلم تسلم. يلا مرسي لنجيب عن جد. حيال رئيس لنجيب حبيبي يجي لعنا أهلا وسهلا فيه. أنا بكبر بس أجي أشوفكم وهيك بكبر فيكم عن جد. يلا إن شاء الله زيارة قريبة. يلا قريبة على قويك. نشوفكم. فعلا فعلا شغله كثير حلو. ضيعته روعة. الطريقة اللي بفكر فيها صح. إن كان في ناس معه أو ضده كل واحد حر، بس بيطلعوا لعنده لعدد في ثلاث أربع رأس رجيل. أنا بحترمه كتير. بيناتهم إز بديت منجز اللي شغله الرائع. جبت لك جبت لي شو؟ حسك عم تسلم. هتا نحن عم نجرب نقول أنه في ناس معقول يقولوا ما في ماسكات وهيك عم بيركبوا على الحمار لازم نصور، فعم نجرب قد ما فينا ناخد السيفتي ماجرز وهيك يعني. عم نجرب. اوكي هيدا نروح على هيدا نروح على على الاكل. روح يكون عم بيشرب. صافا ماشي الحال كتر خير الله. شو عم تعمل؟ هيدي الكوست التركي سبع انواع جبنه مع حبش مع هاني ماستر.
هيدي اور وان اوف اور سبيشال. بتقول نيفر تراست سكيني شيف 100%. تاكل انت من كعكيتك؟ اكيد. انا اذا انا ماني مجرب ومقتنع فيه ما بنزلهم على المنيو. بضاينوا اكثر والفواكه اذا بدك تقصيها كرمال الجارنش بينتزعوا ثاني نهار مصحام والاورنج كمان. هودي بضاينوا كثير وقت الجارنش شكله كثير حلو. والله هاي 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 أنتوني نسينا ليليز كلودين صرنا لحد وفلينا مون ديو مون ديو بونجور سافا وي سافا كل يوم نحن منيح ومشتاقين لك. يلا انت مين جاي ذكرينا؟ برجع بذكرك انا لديليس دو كلودين مره الالف يعني بس انه سافا بتستاهل الف مره لانه حبيبي حلو الطعم. ميرسي حبيبي. هيدا سيتروي سيترون اي اورانج مارمولاد وعندي كمان مارمولاد حامض عندي عامل هلا على جديد الكرز طبي قاعد شايف كرزاتي حلوين كتير. ايه. لكن لدريس دو كلودين كيف بلشت؟ كم نوع عندك؟ وين الناس بتلاقيكي؟ كل شيء لازم نعرفه. هلا انا اجمالا كون بسوق الطيب بس كمان عم بيجي على نيتشر وبعمل مش بعمل مربيات عده هلا حسب الموسم. بلشنا بس هلا موسم جديد بالفراز والمشمش والكرز والحامض. هلا شو بيطلع موسم جديد بعمل يعني شهر الجاي في خوف من بعده في تفاح عرفت بعمل تفاح مع سمسم ومسكي وبجفف الفواكه. شو بيطلع موسم جديد بجفف. هلا في عندي خوف في عندي مانج يعني هالقصص. من مرسي اهلا وسهلا فيك. في هذا كله حاريه هلا في في كيان هلا كاسيلايت سيمز نايس بدي اخر كانوا اكثر. يلا خبرينا بليز عنك شو هي البراند شو بتعمل؟ انا اسمي ريتا مقوام. بلشت الفكره انه قاعده بالبيت باللوك داون بلشت اعمل اكل لنا هيلثي فود قلنا ليه ما بنوسع الفكره وبلشنا سميناها بكاس على اسم بنتنا ريبيكا وكل برودوي اورجانيك من الاورجانيك برودكتس وبلا سكر هيلثي. اوكي هات نشوف شو عنا برودوي. انرجي بارز كاجو دراي فود بينات انرجي كوبس شوكو برنس تمر كراكرز عجينة الخالة ومعجنات من الخالة كمان. معجنات بيشو فريش بيشو فروزن كيف بتبيعيهم؟ فريش وفيكم انتو تعملون الناس بتعمل دليفري كيف تطلب من عندكم؟ عنا بيج الانستغرام بيكاس ديلايت بيكاس ديلايت عنا خبز عنا معجنات شكلهم كتير حلو وصحية هون كله لو فات ميني كرواسون زعتر نايس اوكس نايس كنت عم نقرأ انه هيك قطعنا عنا شوكو برانس هوميد وي مثل شوكو برانس لوكا دارك شوكولات بلا سكر يوتيوب لسانكم كتير حلو ميرسي اهلا وسهلا. طب
بلا بلا عند البابا ولا عندك لو مرزي بان دو زو هاي صافا شو يعني مرسبين المرسبين هو فدامات معمول من سكر لوز مزهر وموارد مين بيعملهم عنا ستات عنا بالأتلديه بمزايل ومرسيبان دي سوق هن بيستخلوا المرسيبان طيب إذا اليوم هيك تعملون جعاية إذا حدا بده يروح على عشاء فياخد معه إذا حدا عنده إيفنت إذا حدا عنده عرس إذا حدا عنده كل التفاصيل أنا شايفة كل شيء بريمير كومينيون بطام عرس طلع شو حبينا بس كيلا كل شيء كيلا أنا ورا مرسيبان بدلوا فيكم دوق أنا بعرفها شو فرق بين اثنين؟ ما في فرق الكورونا اللي موتين ما بيطعم أبدا لوز لوز سكر ما تحرم موارد يعني it's vegan gluten free ولاكتوز فري وبيضاين وبراد براد وي بيضاين ثلاثة اشهر ولاكتوز فري نايس سكرهم كثير خفيف كثير طيبين ميرسي كثير لذيذين نبرم بونجور شباب كان عندك درينكس شو ما تموت على فكرة كثير طيبين بعضهم الابل جوز بلا سكر عصير تفاح طبيعي وعصير توت طبيعي كمان بلا سكر وبلا اي مواد حافظة بجلدوا شوي هيك بصيروا روعة 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 هيدا توت 100% سان سكر اجوتي ثانك يو يلا بنرجع بنذكرهم حضرتك مين؟ انا من عين العقل من العقورة عين العقل نحن بنصنع الفواكه اساس شغلنا الفواكه والنار بلا سكر بلا جيلاتين وبلا اي مواد حافظة والحلو فينا انه كل جمعة عنا شيء جديد مثلا هاي الجمعة عندنا سبريد شوكولا اللي هو كاكاو الكالبوت دارك البلجيكي 100% مع التفاح والافوكا بلا سكر بلا جيلاتين وبلا اي مواد حافظة وبيرجع بيجي عندنا المواسم هلا بلشت المواسم والمواسم كلها عم تنزل على الطاولة مربى توت هلا عم نصنعه مربى التين عم نصنعه مش التين المشمش عم نصنعه الكرز عم نصنعه كل الفواكه بنصنعها وكلها بلا سكر اضافي بلا اي مواد حافظه هالشيء كثير طيب صحه وهنا وبيحكي عن البراندنج كثير حلو الباكجينج كثير مرتب الشغل صح كثير كبير للبراندنج ل فريم فونديشن وانا بحب اذكر الكل انه شغلنا كله موجود عند فونديشن مارك بيروتي هون ونحن كل نهار سبت بسوق الطيب ثانك يو عندي زعتر بلدي زعتر ما بحب هو في سوق بيغلبون اليوم وست تريز اجت لعنا لهون تعرفنا عليك امبارح بس يمكن اللي حضرنا امبارح ما حضر ما راح منه عم يحضرك اليوم شو عايزك كرينا تريسا كيس مين وشو بتعمل وشو عندك مونة وين بتكوني وين ما كان بكون بعمل كل انواع المربيات واليوم بدي ركز على الليمون انا ساكنة بساحل علمة منطق بلد الليمون يلي ما حدا بلمه يعني ليمون عايش بعل بدون رش بدون شيء وحبته صغيرة بس تاكل أطيب ليمون بتذوقه يعني ففي المرمولات دورانج في شراب الليمون في البودورانج شوفوا البودورانج طيب احلى شيء انت تدوق اكيد احلى شيء شايف شو طرايا وحكي صغيره ما
سكر. رائعين. قوة السيتوس تطلع من الخير. طيب وين رقم التليفون كيف الناس تتواصل معي؟ انا انتو كيف عم تتواصلوا على الانستغرام؟ ما بعرف. انا بعرف على الفيسبوك ماما تيرا تراس ساركيس 03-692-6228. عظيم. كيف الطقس جوا؟ ماشي الحال ها؟ اوكي. يا كول كول منبلش الفود كورت؟ منبلش الفود كورت. اوكي. حلوين. كثير حلوين. طيب. ارت كيجز. ربع الامين. اذا ما جانا عملية صغيرة بعد شوي طلعوا شو حلوين. مرحبا. اوكي حماس حماس حماس. وصلنا هلا على الفود كورت، يعني صار وقت الاكل، صار وقت نتعرف على الناس اللي عم تحضر اكل. عندنا برجر مثل ما خبرتكم، عندنا مقيش، عندنا شو بعد، عندنا ساج، عندنا اكل تقليدي قديم، عندنا كراكرز. في اشياء كثير مهمه هيك نعمل برمي. يلا بنبلش من فوق. هلو صفا هذا ما شوبين. اوكي هلو يا عشتي عن جديد. انت مين؟ شو عندنا؟ ناتشرلز ماريان هوم ميد بوديز. في عندنا للتارت هالمره جبت بينات باتر مع ستروبري جام، هيدي جديدة. في اكيد صوت الكراميل والشوكليت. في السينما رولز. في عندنا لي جاتو من الاطيب، كارت كيك فانيلا وستروبري جام والشوكليت كيك والسوبر كيكز والكوكيز. والكوكيز هذا هو اللوجو اللي هي البراند تبع الانستغرام. ناس فيها تطلب وبتصل. في اي في على الاب، في كمان ميد باي ناتشر على الاب وانستغرام. Thank you. مرحبا مرحبا. والستاند كثير حلو صار. فكرة بيروتية. طلعوا إذا بنشوف شو عندهم هون. أشياء كثير لذيذة، بيناتهم لحمة، بيتزا، سبانغ، البيتزا الكبيرة وغيرهم. يلا قربي خبرينا، خبرنا. نحن وين شو عندنا؟ نحن فكرة بيتوتية، كل شيء فروزن عنا ياهن. عنا كمان خبز الساج، بدي حب دوقك منقوشة ساج. العالم فيهن ياخدوها ويسخنوها. في عنا كمان كوكيز، في عنا كعك ينسون. و تنحكي عن الكيس اللي موجودين هون؟ مضبوط، هدول الكيس نحن عاملينهم اليوم، دجا خبزينهم خلصينهم عاملينهم بنص دزينة هيدا البيتزا. وفي سبانغ وفي لحمة، وفي عنا بيتزا كبير وسبانغ كمان ردي تطلع. هيدا المنقوشة، العجينة أنت بتعمليها كمان؟ العجينة أنا عملتها و جاهزة هي العالم. طعمتها شو ناتشرال؟ طعمتها شو طبيعية؟ زعتاتها مثل ما لازم تكون. هيدي اللقمة، لقمة الزعتر اللي بتضيع الصبح الساعة 6 على الوعي، بدها هيك نقطة لبنة شوي. هيدي الزبنة أنا بحب أستعمل نوعين زبنة، وحطيت لها شوية أوريجانو هيك تويست صغير. يلا في عنا أشياء مانا موجودة هون، رقاقات، أشياء فروزن. يعني شو بميز عجينتي؟ عجينتي هي شغل بيت، مش دخلها اي شيء تاني. بستعمل مثل ما سبق وقلت الطحين الاسمر فيها، وهيك عجينه خفيفه بيتوتية. بيلاقوك على انستغرام هون عند نيتشر بالشوروم موجودين، وكمان اذا فاتوا على الابلكيشن ميد باي نيتشر كمان بيلاقونا. ثانك يو. Thank you.
مش هلا؟ 10 minutes مش جاهزين؟ 10 minutes لا على الغدا طيب بست برجر رح نرجع لعنده بعد شوي هلا سبا هوفر اس جود هاي تمام خبرينا عارفين عنك هاي انا رمي بشتغل بنيتشر اكاونتينج سو هلا اتس ماي بريك سو جعت كيف اكل منقوشه بونجورك بونجور خبرينا عنكم وعن الضيعه اللي جايين منها نحن من تعنيه كانا تعنيه التصنيع الحرف والزراعه بكانا العائله المقدسه بنشتغل بالساج بالزراعه القمح الفريكي الزعتر والحرفي كمان عندنا حرفي بغربستان وجايين لهون تنكون مبسوطين نحن وياكم ما في مني منقوشتهم روعة رحنا عندهم منقوشتنا من القمح اللي نحن زارعينه واللي نحن منقينه وطحنينه عندكم قمح عندكم عندنا فريكي برغل عندنا زعتر بدك تعرف تشفوا طعمة الأرض والطبيعة طلعنا عندهم عدة مرات على التعاونية بيعملوا قمح بيعملوا فريكي عندهم بيزرعوا فمن الأرض والمنتوجات اللي هن بيعملوهم أبدا التعاونية تبعكم كم سنة صار له؟ صرنا من 2011 وبلشنا أكثر شيء مشهورين فيه مشهورين أكثر شيء بالحرفي الكروشيه بنشتغل ألعاب بنشتغل أشياء كثيرة ومشهورين بالساج بالكعك بزعتر اللي نحن سبيشالي بنعمله بالتعاونية وبالقمح والبرغل هيدي خلطة كتير مهمة هلا فيها كتير بصل لإلي بس هيدي خلطة كتير كتير مهمة كتير مهمة المنقوش أكتر بكتير من زعتر الحل هاي الخلطة ريكومندد ليبانيز فيليج برودكتس هاي كيفك؟ الحمد لله يلا شو عنا اليوم؟ اليوم عندنا زعتر هو اهم شيء زعتر الجنوب زعتر بدنا نسمع عندنا اليوم اهم شيء هو الزعتر الجنوب اللي خالي من المواد الحافظه سمسم وسماء بلدي في عندنا الفريكي فريكي شغل كثير كثير كبيره بدنا نعطيها حقها اكثر واكثر فوتوا فريكي على بيتكم كثير مفيد للصحه عندنا دبس الرمان، عصير الحصروم، عندنا زيت زيتون، مجففات، مربيات، دبس الرمان وزيتون وعندنا كبيس مع المخللات، مخللات المشكل كتير ناس تسألني إذا أنا بدي أشتري موني، أنتوني، أنت مين بتنصح كلهم فيهم خير وبركة كلهم بعقده هيدا البراند صار لي بشتغل معه من 2012 يعني ما بينقل شيء 100% recommended approved صار بتشوفوا لبنيز فيليج برودكتس ذاتس ات اوكي هون فيك في شويه دواء وفي كم شغله هون بيناتهم كبه بيناتهم ورق عنب بيناتهم اكل لبناني شو عم تبيعينا سلاد فول سلاد فول شو اسمك انا ماريا أنا ماريا مارك بيروتي اوكي بنته لمارك عم بتساعد اليوم الكل عم بتساعد الجو كتير 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 حلو يعني عبالي بس هيك بروم في ناس يمكن عم بتقول عم نوصل عم توصل على ستاندات فرجونا انه في ناس طلعوا قديش في ناس كنا هلا بالتعاونيه اللي شفناها هولي فاميلي كوبراتيف شوفوا الاغراض اللي عندهم اياهم طلعوا قد ايش ست الستات يلا خبرينا عن هول الاغراض كيف بتعملوا هول بيعملوا بنعملهم بيانا هيدا قطن وما بيأذي الاولاد وبينغسل بالغساله واذا ولد ضرب خيه ما بيأذي لانه ما في شيء بيأذي
اوكي لكن فينا نكب عليك فيك تضربه في قد ما فيه طلع قديش حلوين معمولين على الكوبايات فيكم تروحوا تهدون اذا حدا بتعرفه من اصحابكم ولدت هي ولدت بمرته whatever طلعوا شو فيكم تاخذولهم كتير حلوين كتير مرتبين اخدين شغل اخدين وقت بيشغلوا كتير ستات رائعين حتى لها لبنتي مرة كوبايات كتير حلوة ليك شو حلو ليك شو حلو هاند ميد هون بلبنان لا ضروري نعطيهم رقم التليفون حافظ رقم التليفون رقم تليفوني انا 70 371 791 من انا هيدي خشخاش يلا نكست جاي لعندك يوم طالك وصل اكيد بدك تصور عن قريب هيدي بيتزا فيها ست انواع جنة مع بيكر وبنحط لها هلا تشيلي صوص بس انت ما فينا نروقك منها سبع عنده اصحاب يلا مش متروك على الطريق زي وحده مش يلا عنده اصحاب يدوع نحكي هيك شوي طالما موجودين هون واكيد عم يحضرنا وينه صاحبك مارك قرب دوق 200 شخص من برات لبنان ريدي تظهر برات لبنان تو فرانشايز تاخذ هذا الكونسبت لكل العالم اكيد وير ريدي تو فرانشايز نحن بن اووردد سنت الماضي باي يو اس اي ذات بروجكت بلبنان نحن 70% دليفري في نشر العالم 20% تيك اواي 10% داين ان بده ماكسيموم 12 متر مربع ليقدر يفتح الفرانشيز والفرانشيز تبعنا كثير رخيصه منا غالي ممكن حسب ما فهمت مؤخرا ان احنا اخر ناس عطون الفرانشايز بلبنان من وين الكونسبت واهميته بلس بيخلق كثير جوب اوبورتونيتيز بلبنان لانه كله عم بتصنع بلبنان وعم بتصدر لبرات لبنان حتى الميكس اوف تشيز عم ينخلط بمعامل بقلب لبنان يلي نحن ريسيبيز تبعون عم نخلطوا بمعامل بقلب لبنان تيتصدروا برات لبنان العربية اللي انت عملتها يلي هي فيها براد من هون اللي فيها تي في يلي هي توك توك خالص مخلص بس بيحط بيفتح بيشتغل 100% 100% هيدا كعك نطرابلس طحين خلطتنا نحن كعك الطرابلسية الأصيلة عنا خمس خلطات طحين فور ديفرنت شيبس فينا نحطها عنا كعكة بالبوزة بس ما مننزل كتير على التوك توك لأنه منخاف الكهرباء تروح وتجي شوي هل قد طيبة طلع 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 هل قد طيبة الكعكة اوكي اوه حرة بس ايه لا طيبة غير شكل غير شكل هلو هلو اهلا مش انتوني اهلا وسهلا يلا عارفين عني جمانة اسحاق من تعاونية جنة الايادة باب الاحمر اهلا وسهلا فيكم نحن جمعية ستات بيشتغلوا على جودة المنتج اللي هو طيبة والترتيب كلها مواد طبيعية بدون ملونات بدون مواد حافظة نشتغل على جميع المنتجات مربيات مقطرات شراب كبيس مكدوس في عنا مكدوس الباذنجان واللوبي اللي هو ليك ما المنتج يعني اشياء طيبة وبتساعد الستات كرمال مصروف ومساعدة عيالهم وين الناس بتلاقي منتجاتكم؟ نحن بمركز الدائر الأحمر وبمحل على شارع مرمرون قصة مرمرون البشرية وفي بروشيرات حاطين أرقام تليفوناتنا اللي هي برئاسة جمعية أنجيل صحاق اللي هو الرقم تبعها وفي رقم لألي كمان إذا بيحبوا بس رقم أنجيل اللي هو 03-11-6-9-5-8 ready to export FDA approved الستاندرد تبعهم كتير مهم thank you نرجع شو طبخين اليوم صار وقت الغدا انتوني نحن قصد اليوم عملنا لك الفاصوليا العريضة الطيبة اللبنانية بس بلا توم مع انه هي انخلقت لتاكل تتطفى بالتوم بس هو عملنا لك الفاصوليا العريضة مزروعة لبنانية مع زيت زيتون مع رشة كزبرة شوية ملح وألف صحتين بعدين عنا نفس الفورمولا بالبطاطا اوكي عنا سلطة
الفريك مع كل الخضرة اللي هلأ طالعة الموسمية. عاملينها شوي سبيسيال اليوم، السلادة جوسي على فكرة مرتك أخذت. أوكي، وأكيد مثل العادة لابد من أنه المحشي القاطع بحبوه العالم خصوصا هلأ بالشوبات ومع غلاء اللحمة، فكل شيء قاطع طيب صحي. وما بدنا ننسى شوي قصة بيضاتنا من بي بلدي، بيضاتنا من بي بلدي كوبراتيف بمنطقة جزين، فيها ميسيون العالم اللي تضرروا من الألغام، هن عم بيشتغلوا على تصنيع هالبيض الطيب اللي ما فيه زنخة، ما فيه أنتيبيوتيك، ما فيه كيميكال، ما فيه هرمون. بليز بيضاتنا أطيب بيضات، ما تاخدها بهالطريقة. هون شو عنا؟ هون عنا كبة اللقطين الفيجيتاريان، يعني التوجه بهالأيام نروح على الأشياء اقتصاديا خفيفة اللحمة وصحيا مش غلط. وعنا هون المرقوق مع الدجاج والسماء والبصل، واكيد في عنا شوية دسار غير شكل بدبس الخروب. الصفوف اذا بتشم الريحة شميتها انطني للدبس. اذا بدك تطلع شوفهم هول، بدك تزيد لك ملح، هول ما فيهم توم. عنا كعك اللي بالتمر. اجباري وراه ما فيك تاكل ملفوف لانه الملفوف فيه توم. كعك العيد مشان عيد الاضحى. دوقك صفوف. بعد شوي بعد شوي. سلاد؟ طيب السلاد؟ دوقة شوي سبيسيال لانها فريش. سلطة فريكة. مش التقليدية بكل شيء، فواكه موسمية خضرة. اللي مش اكل فريكة مش اكل شيء بحياته، صار لي من على بكره بقول فريكة، صار لي سنين بنقول فريكة، صار لنا هلا. قديش مهمة الفريكة؟ كثير مهمة لأنه هي أول شيء غذاء أساسي، يعني متكامل من القيمة الغذائية، أهم من الرز. بعدين الشغلة الحلوة أنه اليوم أنت فيك تعملها بعدة طرق، يعني فيك تاكلها مثل هالسلاد، فيك تعملها سلاد بغير فورمولا مع دبس الرمان حام تحصره مع شوية زعتر، فيك تعملها مع دجاج ولحمة، فيك تسلقها تو سامبلومون تاكلها. يعني قديش استعمالاتها كبيرة ومفيدة مثل ما قلنا، ورايحة على اللحمة ورايحة على الأشياء الفيجي. شيء سوبر طيب، سوبر 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 طيب، سوبر طيب. لحتى كمون البرغل رح نعملها سور بلاس بعد شوي، لحتى كمان نشوف أهمية البرغل بزيت الزيتون بحمدر الحصرم دبس الرمان المردكوش كل هالخلطات الطيبة. كفي كفي احكي. انا لك اذا بلشت ما بوقف. وعلى فكره عاملين اليوم شغله كمان دسات، عندنا المغلي اللبنانيه هلا، او مثل ما قلنا سلقين الفول الاخضر كنا حكينا عنه الصبح. وبهمني كمان اذا قطعتوا على الستاند الخضره، في مزارعين عم بيشتغلوا اورجانيك فارمينج، بس شفتوا الاسعار قد ايه افوردبل، لان اليوم صرنا بدنا نشتغل نحمل بعض لنقطع المرحله، فعم تاخذوا برودوي عن جد اورجانيك بس باسعار كثير مقبوله. ما يفكر شو عن التراك، هذا التراك هل بيروح راجي يروح على الايفنت، اذا حدا عنده ايفنت بيتصل فيكم، التراك شو رح يعمل؟ اكيد هو التراك خلق ليكون عنده ميشن اللي هي انه يسوق لليبانيز فود، اسمه رورال انيشيتيف فور فود، وبالتحديد للستريت فود اللبناني اللي هو المنقوش، عرس الزعتر، كاسة فريك. بالنهاية فيهم يتصلوا فينا أو فيك يا أنتوني، لأنه أنت بالنهاية حدا بنعتبره أنت معنا، مش أنه بس تجي بتعملنا فيزت بتسوق بتمشي، أنت ركن من أركاننا بقطايب الريف. مرسي ماي. لا ما هي الحقيقة. ما تنسى تشتروا بيضاتنا طيبين. ما فيهم أرمان. هلو كول. في عنا نحن الكولات ريدي تو سيرف، هن كوكتيلز ناقلين فكره البابات على البيت. في عنا باشن نايت، في عنا مارغريتا، كوفي ايلاند، في عنا اول سيجنتشر فيروز هي معملها تويست من الجيمبيزل مستعملين روزميري، وفي عنا تشكيله بعد اوسع موجوده بالسوبر ماركت. في
في بسبينس تقريبا، في بكذا سوبر ماركت غير، وفيكم تطلبوهم اونلاين على البيج تبعنا. شو عندنا هون؟ اوكي ذس وان فيروز اور سيجنتشر. عندنا فاشن نايت شيء كثير فروتي، خارج بحر، خارج سانسيت، خبريه، مارغريتا اشهر من انه يعرف كوفي ايلاند شيء على قهوه، والتشكيله بعد موجوده اكبر يعني. اوكي فيكم تطلبون اونلاين. ثانك يو، يور ويلكم. هيك تفوت اول لك روعه، الباكجينج روعه، الستيكرز روعه، الطريقه اللي بحطون فيها عظيمين، توب نوتش، شغله نظيفه، سوبر نظيفه، براندينج حلو. انتم مين؟ هاي موجود. نحن عنا ديهايدريتد فروت، ما بنزيد لهم لا سكر ولا مواد حافظه، كثير طيبين، كثير هيلثي، فينا ناكلهم بدل الشوكولا التشيب، ما بينصحوا. في عنا ابل، اورنج، بلاد اورنج، مانجو، ستروبري، كوكونات، كل شيء. في عنا كياس ميكس حمضيات بقلبها، فينا نحطهم مع السلطات، فينا نستعملهم كجارنش، واحد عم بيشرب الكول ويسكي شيء، في ياكلهم معهم، كثير طيبين، كونسبت حلو. و كله صنع في لبنان؟ يس اكيد. حتى طلعوا هيدا الباكجينج قديش مرتب، قديش مبين كل شيء من برا، طلعوا هول الجارز قديش حلوين، قديش قلم نظيف حبه فوق الثانيه، واكيد ما بتشعروا بالتليفون ابدا. للمراد مين؟ كول. طلعنا دقنا التفاحات عندنا، ناطرينك السنة كمان جانا، طلعنا هاي طلعنا على التعاونية مرتين ثلاثة. لحفة بونجور، اشتقنا لك حبيب القلب. كيفك انتوني؟ انت من اول داعمين انت ومارك لنا لكونسيبت تعاونية لحفة لبروجي ابل ناتورا. بونجور مارك حبيبي، اشتقت لك انا. نحن بلشنا بكونسيبت جنينة التفاح وتطور البروجي لشيء اسمه بيبي فود، لانه بلبنان حاليا كل البضاعة اللي كانت تستورد وتيجي على الدولار فقدت من السوق. نحن عندنا احلى فواكه واحلى خضره واحلى طبيعه تقدر تطلع لنا احلى شيء. طلعنا كونسيبت اسمه ناتورا سبون. نحن بيزيكلي بنشتغل الفواكه النظيفه، ما بنشتري ولا حي اي نوع فواكه مستورد حتى. نحن كل الانجريدينتس تبعولنا لبنانيه، هيدا برودوي لبناني. اليوم نحن اولادنا بدنا نطعميهم البرودوي اللبناني، ما بقى بدنا نجيب لهم اكل طاير بالطياره ونازل على المطار. الاولاد 100% مكتوب قديش بيكون عمر الولد. اي نحن صار عندنا بالبروجي ستركتور، معنا صار نيوتريسيونيست دكتور ماريبال، هي اللي كمان عم تعمل جايدنس على البرودوي، ونحن بيزكلي مهندسين زراعيه مع البروفيشناليزم تبعهم. لكن عندنا تفاح بس او في كل انواع الفواكه؟ شوف نحن صار عندنا تقريبا 10 انواع كوكتيلات عندنا. بلشوا من 4-6 شهور بدك تبلش تفتح وتذوق اللي بتعجبك. اي عندنا بس الفراز ابارتير دو 6 موا لانه بخافوا شوي على الالرجي تبع البيبي. كل وحده وجبه؟ يس مفتوحة بالبراد بتضاين 48 ساعة، ونحن عملنا كل التحليلات الساينتيفيك لهيك على هالاساس عم نحكي. Additives free, authentic mama's recipe, factory in the heart of the nature, from Lahfit, وready to export. يس. قديه بضاينه قبل ما تنفتح؟ نحن سنة البروجي تبعنا لأن ما عندنا ماتير دو كونسرفاسيون بقلبرودويتنا. ولا ملح ولا سكر. هل الفود موجود بس عندكم؟ هل صار بالسوبر ماركت صيدليات وين؟ نحن عندنا أونلاين شوب. صار عنا بكذا صيدلية، موجود الاسامي على الانستا بيج تبعولنا. وي ار جروينج، وصراحة شوي بلشنا ننزلك ما عم نلحق التصنيع والبعث على عند ال انت ما كنت عارف شو ناطق بعد هيدا الفيديو. وصفي اوكي. وحلو مش بس للبيبيز، اتس ان هيلثي سناك ويزاوت شوجر للناس اللي عامله دايت، للناس اللي عامله سليف، يعني اليوم عم ناخذ شيء صحي وبدون سكر. مرسي على دعمكم المستدام لنا. مرسي بوكو. نحكي عن التعاونيه اكيد. ستنا والله طلعنا قعدنا ساعه سوا فوق بالضاعه كثير حلوه. طيب عندكم عظيمه بس خلينا اياك خبرينا شوي شو عندكم. مش جايبين كل الانتاج، جايبين الموجود، جايبين ملوخيه، ورق عريش، مربى اللقطين، مربى البوصفير. هيدا مش جزر، لقطين. لقطين مبروش على المكنه. ملوخيه ريدي تو ايت. نعم دغري على الطبخه. نعم كمان انتوا التفاح؟ لا مش جايب التفاح، لا ما فيش تفاح، ما قلت في بصفير، مربى الفراز، وشراب التوت. هاولي دنا نايدا نينا. ميرسي كتير، خلينا اياك بعدك بصحتك. ميرسي كتير. اوكي نطلع على تاني مين.
من جوز هذا اول سيجنتشر جن لوكراسا ولا من جوز هذا شيء نحن عاملينه very good للطريق اوكي برجر برجر ready? Okay, what's the concept? What's the story? خبرين عنكم ونحضر برجر سو نحنا بيسكلي بلشنا انا اي هاف باشن فور فود انا بغير دومين اوكي انا دارسة اركيتكتشر بس بحب الطبخ فقررنا نفتح كيوسك نعمل برجر بالاول وجربنا نفتح بجميزة فتحنا بجميزة فترة صغيرة ورجع كرمال كورونا وهيك سكرنا وهلا رجعنا عنا شقة ارض بالباترون قررنا نعمل كامبينج سايت ونفتح الكيوسك فوق انه بنفس الوقت بنشتغل نعمل اكل بالكامبينج سايت That's it. Okay, everything is homemade. يعني اللحمة أنا بعملها، بعمل الخلطة. هلا أكيد خضرة شو بيتوفر عند خي ناخد من عنده. وإذا ما بيتوفر بدنا نجيب من السوق مضطرين. عند السبيشال برجر يلي هي بتجي مع كارملايزد أونيون. هيدي ماي سبيشالتي. والباقي عند الليبانيز برجر، الكلاسيك برجر، وأكيد عند التشيكن. شو طالع عبالك لنغدي؟ يلا مو غالك وغني سيمبل برجر سيمبل اكيد مع بصل اكيد مع بصل مع بصل اكيد اكسترا بصل لحمة او دجاج لحمة اوكي رح نخلي البرجر رواه كلين يلي بضل عنده عجوة ونبيد لبنان كتير عم بياخد ضجة عالمية رواه كلين Bonjour. Hi. Yes, احنا Lebanese winery, organic wine. Lebanese زرعين بعلبك بعين برداي. ولهلا صار عنا هاي selection of أربعة white, أربعة red واثنين روزي. بسم الله. يلا كل بنشوف الوحدة واحدة. So that's from our first range. كله organic certified. كله certified organic plus the ISO. Yes. Okay. That's a certificate. All the whites, all different whites. We have some premium whites. We have some special bottles. Menon Pinot Noir Rosé. Okay. The only Pinot Noir Rosé in Lebanon to be made. Yes. That's our overall selection. The Hazarain. It's actually three mountains in Baalbek. All organic. Hazarain on slopes. What wine are we going to have today? Yes. Yes. موجودين على نيتشر؟ موجودين على نيتشر يس سوبر ماركت يس وي اغلبيه محلات اغلبيه محلات سوبر ماركت بلبنان بيروت لا طرابلس بكم بلد دخلت لهلا؟ لهلا اثنين بلدين يس وان شاء الله سون اذا حدا من برات لبنان عباله يعمل بزنس وعباله يدعم لبنان بياخذ نبيد لبناني لبرا يس اكيد ثانك يو ميرسي مدام يلا مشي الحقينا ميرسي ميرسي نسينا حدا؟ بعد عنا ال بعد ايه دلي عندك شي سبعة بعد عنك سبعة مالش هاي اوكي مالش هلو هاي انا بدي 100,000 عم بوزع مصاري يلا ها اهلا وسهلا هاي هاي 7 ار كيف تقروها؟ حر حير حر حير اوبس على لبنان حر حير حبيت كثير اوكي شو هي حر حير شو بتعمل؟ اوكي سو حر حير زي هوميد بحكي صحن حرق زي هوميد هوت صوص خيي هو الشيف هو اللي عمل الريسيبيز شحننا السيدز من انديا ومن الكاريبيان ايلاندز وزرعناهم عنا بالجنينه وهو طلع بروسيتي ثلاث انواع صوصات هيدي اتس كاريت بيس هيدي يلا عنا وحده هيدي اتس ابل بيس وهيدي اتس سويت في خفيف قوي اقوى كلهم نفس ليفل الحر ومعمولين لكل العالم يقدروا ياكلوا منهم حتى اللي ما كثير معود على الحر بس the flavor is different. وين بلاقوكم؟ On Instagram harhar.hotsauce هون نعمل delivery و you can reach us through Instagram. حبيت مع البرجر مع الأكل بتحطوها مظبوط. مع chicken هذي يجي مع الباربيكيو كتير كتير طيبة هيدا إنه كلهم مع كل شيء بيثبتوا بس إنه هو our preference our personal preferences
This is the chef's favorite, by the way. 2018, proudly made in Lebanon. International standards. كثير حلوة. فيكم تاخدوها هدية لحدا إذا طالعين برات لبنان. وإذا عبالكم تحرحر أيامكم تشربوها شوت. أنت كيفك مع الحر؟ بس كثير حلوين. من المرة الماضية التقيت وتعرفت عليهم بسوق البلد. وفيني أقول لكم إنه بيرفعوا الراس. Proudly Lebanese. حبيت اللوجو حر 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 سبعة رحيل سبعة رحيل يلا نكفي اوكي واحد لازم يقرب على القنينة تيعرف انه في لوجو هلو من جديد عشتروت ابل العرق هلو من جديد قصدك انه ما عم تقدر تقرا من بعيد لازم تقرب لازم تقرب لون اللوجو يعني بس طلعت فكرة تفاح تفاح عنا بساتين تفاح وقلنا خلينا نعمل منه عرق تبعت العلف فالبرودكشن تبعتنا هي بس متكلي على الانتاج تبع البساتين بالمبدا وبلشنا هيك شوي شوي نكبر ونتوسع كيف ردت فعل العالم على العرق للعرق للناس عنب؟ يعني موضوعيا كثير عم بيحبوه للعرق كثير طيب كثير لذيذ هاي كواليتي ما حدا عم بيتضايق الكل عم بينبسط فيه وهيك تويست عن مشروبنا الفولكلوري عرق مثل ما شايفينه عرق تفاح صنع في لبنان فيه 53% الكول تلتين او منحط اكثر شوي حط مثل ما بدك حسب المود تلتين او نص بنص ايه انا بعتقد هيك بنحط له شوية مي شوي برودكت اوف لبنان حلو كتير ويل دون جود جوب من العقورة اوكي وين الناس بتلاقيكم اونلاين وين عم تبيع؟ فيكم تلاقونا اونلاين madeinlebanon.com على ويب سايت ومحلات بالاشرفية فيكم يو كان فيزيت اور انستا بيج عشتروت اندرسكور عرق بتلاقوا كل المعلومات عشتروت اندرسكور عرق بتحب تدوق؟ من دوق خليتها ديك المرة بس كان اللوجو غير غيرنا اللوجو ريحة عرق أكيد ريحة تفاح أكيد very refreshing sweet notes على المنخار كتير سلس كتير لذيذ بس انتبهوا شوي لأنه مفعوله بعدين بالآخر حس عرق تفاح بيزهزه بالآخر بس ولا لا لازم هيك great job thank you and bon chance منقلب لنملية ستة وين التلاتة؟ براندينج حلو باكجينج حلو and then comes the brand كيفك؟ نحن نملية ستة من ضيعة صغيرة اسمها الغينة بكسروان بلشنا ببرودكتس كتير قليل وبلشنا نكبر مين اللي أول برودكتس عم بيكونوا مزروعين من عنا من الخيار كورنيشون ورق عريش التوت واللبنة جوت لبنة is must try اللوجو كتير لذيذ اللبنة موجودة هون الباكجينج حلو الفرايتي حلو كتير أفكار لذيذة شو أكتر شيء الناس بتحب عندك شو أكتر شيء بس سلوك ورق عريش محشي لبنة you must try it نوتو ورق عريش عن جد واو السوبر طريقة انا كنت بفكر رح يكون في شيء هيك بيقرش طريقة كتير حامضة مثل ما لازم اسدك ولبنة جوا مثل كريم very nice thank you هاي التقينا مرة الماضية We have a new variety إذا بتحب It's sun dried mozzarella dried mozzarella مع sun dried tomato and thyme إذا بتحب تذوق و goat cheese It's really good Authentic goat cheese It's excellent هذا بس for the refreshment Okay كيف اللي Very good خبرونا عنكم كيف اجت الفكرة شو هو اللوجو البراند من وين بيجيب اغراضه all we need to know in 2018 كان في ازمة التفاح so المزارعين ما كانوا عم يقدروا يصرفوا انتاج التفاح
So basically we wanted to export, but what was the issue? إنه ما عنا equality of apple juice. So to raise the quality, we decided to go for organic. And our first product was the apple juice. So ever since we صرعنا goat cheese, صرعنا poultry eggs, pulses, زيت زيتون. What else? We have honey and everything. We try to reduce the packaging. So إذا كل شيء إزاز بيردو, and next time they it's not charged. أكم بلد بتظهره؟ من so far not yet, but we're planning for GCC and Trade. So أنتوا جيتوا هينتوا على المزارع يلي عنده organic إنه بدل ما. إحنا we provide the expertise for the. Under one brand تقدر تطلعوا كل الأغراض. Exactly. بوجع راسه إلا برات لبنان. Beautiful. إذا حدا يطلع organic بدل ما. بدل ما اروح اجيب حمص بس او برغل بس او فريكه بس او اتسترا, كلهم اندر وان براند من زيت زيتون لحبوب تفاحات كثير طيبين فيري ريفرشينج للبنه وغيره وغيره. جريت جوب, يلا ان شاء الله تكون تقليعه مضبوطه وقويه وريدي تو اكسبورت. ففي كثير هيدي الصرخه دائما اللي مش قادرين نظهر قادرين نظهر لانه الاوراق كلها جاهزه فور اكسبورت. في برجر نطرنا جي هيدا نشوف نخد له صورة هالشكل. برجر شو بدي اكل ما بتعمينه ولا مره. يعني شو بتعمل؟ هلا برجع لعندكم بعد الكاميرا. شنيتك عاطله هيك رح يرسموا عليك. شنيتك عاطله راجعان منين؟ بيج ان تفضل. طيب ميرسي عطني يا جد, اول مره بتعمينها مس برجر. هاي ورقه هومي مثل ما بنعمله بالبيت. برجر مثل ما بنعمله بالبيت. موجود وين؟ بالباثروم. اوكي. شو مارك؟ من كافي بعد عنا تقريبا شي خمس وقفات. ايه عنا شي خمس هلو. هاي كيفك؟ صباح الخير. الحمد لله. لكن صوصيت للسلاد مش بس هيك ولا للدروه ولا اللحمه. ولا اللحمه في جلوتين فري وفي ليس صوديوم كمان صار جديد. اي انا باخذ لحمه بالبيت بعملها بحط معنا من الصوص تبعك بسخنها وبسخنها كيف 100% كيف بنستعمل. في فلاش كود فيك تعمل سكان. هلا هي عندها طريقتين, فيك تحطها بكسرول دوبها انجا, يعني بتاخذ معك دقيقه على نار خفيفه جوست تبلش تذوب بتشيلها بتكفي التذويب برا وبتحطها على اللحمه على الجيش خالصه مخلصه ما بدها شيء. وفي طريقه ثانيه فيك تحط شوي بكاسه بالمايكروويف بس بدك تقريبا يعني 5 ثواني 10 ثواني بتطلع اذا دابت شوي بتشيلها بتكفي وبتحط. بس نحن ما بنقول مايكروويف لانه كل واحد مايكروويف تبعه بالبيت دغري طبعا بتغير عن الثاني. صوص الهوتلات المشهوره عالميا اكزاكتومون ملبناني لبناني جيد مشدد عم لبناني لانه بتعرف كل بلد عنده الكلتور تبعيته بالاكل. شكلها فيها زعتر تما تكون مكتوب كل شيء ما من زعبر ابدا. حتى المطارد فيها جلوتين في كثير ناس ما بيعرفوا. عملنا الجلوتين فري للناس اللي بيضايقهم الجلوتين. ما قبلنا نعملها الا ما اخذنا اتستاسيون من فرنسا انه المطارد تبعيته جلوتين فري. جلوتين فري جلوتين فري صويا جلوتين فري ولا كل الابيس لازم كل المكونات شهيد 100% ما بتعرف شو عم تاكله كله هون اذا بدك. جريت بتضرب البراد بتاخذ وبتضاين 100% معطر كود لاسوس وفي ليس صوديوم اللي عم بيقول ملحة كتير وبيغلط وبيزيد ملح على اللحمة على البطاطا. نحنا اوتوماتيك ما بنحط ملح على اللحمة وعلى الفريت سو برضو اذا حط غلط بياخد الصوديوم ملح تقريبا زيت الانجريديون بس ملح رائع رائع. ثانك يو بون ابيتي.
انا صورت مين بتصور مين بتصور معك حتوقفوا كيف جوا احنا لايف وي لايف يس انا بلش هلو اوكي سو ارت كيجز سوشيال انتربرايز مؤسسه اجتماعيه بلشت كهوايه شخصيه وبال 2017 حولتها لمؤسسه اجتماعيه انا ضد حبس اي حيوان بقفص من هامستر لعصفور لاي حيوان على الكره الارضيه ذاتس واي حولت الاقفاص للومينال للامبادرات فيكم تستعملون كلايت فيكسشرز كمان وكمان نحن بارت من البروفيتس بيروح دونيشن لجمعيات ساعدنا لبنانيز اوتوم سوسايتي اليساب راكيل بهنم اوثر اوف سنس اوف تيومر بوك اللي هي كانسر سيرفايفور سو نحن كمان بنعمل اويرنس جودز كي تشينز حلا بوفيت سوبس اتسترا ف ذس از ارت كيجز ان بريف يعني على التصوير راحت الكهرباء تقريبا شي 3 ساعات لايف وبعدنا مكفيين صرنا من الساعه 8 قلعنا وهلا صارت الساعه 12 اخوات نحن وين نحن يعني ايديه راحوا استووا للصابه البطاريات بلشت تفضى بس كثير مبسوطين فيكم بس ما بديكم تكونوا بس قاعدين لايف من البيت تعالوا لعنا تعالوا لقونا الجو كثير حلو عشقة ناس كثير حلوه المونه الاكل هلا صار وقت الغداء تعالوا تغدوا هون لانه فعلا ما بتندموا ابدا انكفى المعرض من الساعه 12 للساعه 4 في ناس عم تسال هل هو كل يوم لا هو مره بالشهر نهار الاحد اكيد يلا هلا مع الوقت بنجرب بنطور يمكن يصير يومين يمكن يصير مرتين بالشهر بنشوف حسب كل الاوضاع مين هو عرفوا انه كل شغله بتشتروها بتعملوا فرق كتير كتير كبير مع العيال اللي عملتهم مع البلد وظهروا ولادكم يلا اوكي بعد عنا كم وقفه هونيك ليتس جو مره بالشهر عامل فتش نيتشر جوا سو نيتشر هو بلانت شوب كتير يعني اكيد في كل شيء كيماويات وبويات فوق فينا نطلع نفرج اذا بدك وغير هذا الشيء اكيد نحن في كتير مونه وهيك يعني هلا في كل الشباب تبع نيتشر اللي هن عم بضحوا سو عم بيعملوا شفت سو مثلا باميلا هون باميلا هي ورميل الاكاونتنت بنيتشر هاي باميلا هاي سبا كلكم اليوم بتشتغلوا كلنا من قلبكم من قلبنا اكيد رمي على الكاس وبتبدل هي وباميلا كل حدا يطلع على برا هاي اجان توني ما بتحب تطلع على الكاميرا هلو سو توني كمان هلا بيهتموا بالسيلز وهيك جاني ورانا بتعمل سيلز وتطلع بتهتم بالولاد اوقات يعني سو طاب الفاني هو كله بويات وهيك عادة هون هلا الشباب تبع نيتشر هيك على السريع بدك تعرف شيء اكثر؟ يلا هيدي معي صارت هون انا لايك تيكن مارك قرب شوي هيدي مع الشابو ولا باليه هول ثلاثة اسمهم مارك لما حدا يقول دقيت لمارك فكر حكينا مش انا في مارك مارك كمان انا بتحكون على الجهاز اليوم مبسوط فيه راجع 10 سنين لورا لا تقلع عصير
تاخدي فروزن عرض. Hello. So as you can see, of course, these are upcycled. أكيد ما بنحب نكبشي على مع الدولة لأنه ما أنا سئة أبداً. فأنا يلي عملت مشتل راديكالي من هالناحية إنه ما في ولا شيء بيروح على الزبالة, كله بيرجع بنستعمله. والشتلات البذور تبعهم هن هيرلوم, صار العالم مئات مئات السنين عم بتشيل منهم. اكيد مش ملعوب ابدا فيهم غناء ولا شيء. هول البندوره ما بيتلاقوا ابدا بالسوق لانه ما عندهم شلف لايف, ما بيضلوا كثير على السوبر ماركت وقت طويل. هن الوانهم مختلفه, بيجوا اسود موف, بيجوا تحت من فوق. هلا ايه هيدي الفكره هي انه عنا حبقه هيدي السينامون بيزل تنعمل تي اور whatever, تنعمل بيستو كمان. وهيدي تحت مفروض الواحد يحطها على البرندا عنده ويعربش البندوره على كل البرندا. وهيدي الانينه الصغيره حاطين بقلبها هورس دنج وسي ويد كومبوست والتراب تبع السنديان. سو الخلطه فيها كثير نيوتريينت وحتى لو صغيره بتأدي لبرندا بكملها. اسم البراند رقم تليفون. نحن وي ار ذا راديكال لايف, ذا راديكال نيرسري اند انكيوبيتر. و رقم تليفوني بعد ذيك 0367-3488. Thank you. Anyone who wants is more than welcome. Thank you. Hello. عائلياً. Hi. كيف chips? Perfect. Hello. Hello. Hi. تمام. مرت ما بيجينا كنا خلص الأكل. رجع إذا كلينا شو بتعمل ده؟ اليوم تأخرنا لتلحقوا. اليوم هلا نعمل تشيز بولز, أوكي. في عنا باستيل, في عنا ديديتوس, في عنا بوراك. تعالوا لحقوا حالكم لأن الدغري عم يخلص. هذا شحني بعد. كثير طيب. هيك عمري بلش ياكل منقوشه زعتر دي هاي عمري كنتي ما كنتي ما
يلا دي هاي لعبة صنع تعاونية نسائية بقانا. شو عنا هلا معي لايف؟ عنا العودة لزينب. هاي كيفك؟ كيف صحتك؟ كتير زمان ما شفتيكي. هلا حدوقف أطيب كمونة. انت بدك تاكلها بلا بصل اكيد بهيك. نرجع نعملها اللي بيطيبها اكثر البصل. اطيب شيء. ذكرينا شو يعني كمون؟ كمونة هي الاساس. بس تسمع كمون يقول وين؟ جنوب. لانه نحن حصريا لاهل الجنوب. اوكي. الكمونة هول 12 نوع بهار زائد هاي الاعشاب. طبعا بعد في مردكوش ومليسي وعطر، يعني هول مش كاملين لانه انا دقيتهم فوق البرغل والبرغل. اوكي. صارت شو؟ صارت كمونة. بس لحظة لتبرجيك على الكمونة. صارت هاي الكمونة. هاي الكمونة انا في اعمل فيها اليوم، انا كعامل فيها بدي اعمل فراكة لحمة وبدي اعمل كبة البندورة، في اعمل فيها فراكة بطاطا، في اعمل فيها كبة عدس وكبة باذنجان. الاساس بس هيدا، يعني بتعمل منها خمس طبقات. واطيب شيء لانه هاي بتحس انه عن جد كانه انت عم تاكل شيء من الطبيعة، لانه كلها اشياء مثل ما بتعرف من الطبيعة. عم نحكي من الطبيعة. عنا هيدا الحبق، اكليل الجبل، عطر، طبعا في المردكوش، في المليسي كمان بحطها كتير بتعطي طعمة طيبة. هون شو عملت لها؟ هيدي البندورة وهي الكمونة مع الرب، شوية رب ليلة يعطيها لحموضة. بعد بحط لها زيت الزيتون وحامض الحصرم، لأنه هلا كل البندورة مش مثل قبل، كل البندورة ما فيها حموضة. هي طبخة نباتية؟ أكيد نباتية. أكيد. هلا بعد شو لما اعملها مع اللحمه شو بتصير؟ لانه فينا نعملها كمان كبه الان. اوكي. بس اليوم عم جد حدوق اطيب طبق. اللي بياكلها بحس حاله انه راح اعمل زياره للجنوب. شو بعد اقول لك؟ في شيء منعش وفي شيء نفس. شو بقول له؟ نفس. انه انا عن جد نفسي على الطبخ، يعني انه هيدي كل شيء بتعمله شو بقوله انه نفسه كتير طيب على الطبق. فانا نفسي طيب مارك ولا لا؟ اكيد. عشان هيك بيطلع كل شيء طيب. وبعملها عن جد، عملتها من قلبي. اليوم بدي ضيفها للكل. اول مره انا برجي على عطايب الريف لانه انا غبت غيبه كتير طويله. فاليوم جايين للست ماي. ماي مثلا ما بتحب النباتي، فشو جايبت لها؟ الفراك النيه. اوكي. كمان شو بدك تدق لي؟ على طريقتي انا المسخن. اها. والله انت ما بتاكل مسخن. اوكي. بس ذوق. هاي لمي. يلا بنخلط. يلا تفضل تفضل مسيو تفضل. جيت مارك. مي. مي ما بتوفر شيء اسمه. انا حقيم الماسك لانه انا لحالي هون. ايه. ماي حامض الحصرم، زيت الزيتون. لا ما بدها هاي بتصير من هاي حامض الحصرم. يعني ما بنقول تبولي لانه هاي كبه. ليش كبه؟ لانه ليك انا تبولي حتطلع ناشفه. هاي انا حاخلطها كتير كتير. هاي شغله تاخد كتير زيت زيتون، يعني الاساس فيها زيت زيتون. افتح القنين يا ماي واعطينا زيت زيتون. هلا حدوقك اكيد قبل ما احط البصل، ما هيك مارك؟ انتوني اليوم ضعنا بين مارك وانتوني. حطي لي حامض الحصرون. ايه ايه حامض الحصرون. هلا حط لك شوي بدون بصل بس لنحط حامض الحصرون وبتدوق وبتقول لي شو رايك بهيدي الكمونه. يلا
هاي قلت لك يعني قبل ما بيحطوا لانه كان الحق البندوره هاي البعجو على البعليه بيقولوا لها كثير حامضه. ومعلقه بدي ادق انا الملح. انت عم تشتغل بترجع بتذكرينا انت من اي ضيعه او تخبرينا عن ضيعتي؟ انا من الجمهور ضيعه الحلوسيه قدصور، ضيعتي كثير مشهوره بالزيتون، نحن بنعمل اطيب زيتون وزيت. وهلا احنا بجديد عملنا شو مزرعه صغيره بقر، فعنا اللبنه لغير شكل. الناس كلها عم ترجع على الاساس وعلى الطبيعه. ايه اكيد اكيد. لأن بدك تدق لي قبل لانه تشوف لي انت، انا ما بحسها طيبه بلا البصل. بحبها الاكله. ايه طيبه. هاي البهارات تخيلوا عندكم كل طعمه الارض، كل طعمه الطبيعه، كل طعمه وطعمه نفسها. هالست العظيمة اللي بعرفها من تقريبا 2014 ونفسها رائع وطبخها لذيذ كتير، ومبسوط انه رجعت على الساحة. شو الحامضة فريحة الحامضة؟ الحامضة منيح؟ تحمل شوية بعد. لأنه أنا بدي أدوقها بالبصل، هحط لك صحن ما بحبها بدون بصل. بعد شوي بعد شوي شوية ملح. مشينا انت كمان. حلو كتير حلو كتير. طلعوا الجو من هون، طلعوا الفوضى، طلعوا العالم، طلعوا العشقة، طلعوا الستاندات. كل واحد جاي مثل ما هو بده، لابس اللي بده اياه. اجواء كثير كثير حلوه على الكسليك، على الزوق، على الطريق تحت. مايك سبورت فاتح، براند فور ليس فاتح، عجقة الحوره تحت، اجواء كثير كثير حلوه فعلا. عن جد شيء بيفتح القلب، والحياه رجعت، ولبنان كله امل وكله كله 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 حب. هذا هو لبنان، ممنوع يموت ابدا. بنرجع من في ناس عم تسال هو شو هو معرض لا كامباني ان فيل او ذا فارمرز ماركت بروديوسرز ماركت اللي هو عم بيصير مره بالشهر اي احد. بنخبركم دائما قبل بجمعتين حسب الطقس، حسب كثير اشياء. وعم نشتغل كثير وعم نتعب كثير. كل الستاندات اللي شايفينهم اليوم هون اجوا ببلاش، وما عم ناخذ منهم كوميشن ولا شيء. كل واحد عم بيجي شو ببيع بيسترزق لوحده، وايد بايد كلنا سوا عم نقدر نسكر هذا المصاريف. بدعم ناس كثير امنت بهذه القضيه، بمساعده نيتشر يلي عم بيعمل شغل كثير حلو، ومارك فعلا يلي بينقال له ميرسي، وكل التيم اكثر من 25 شخص، 300 جامعات عم يشتغلوا. مين بدي اشكر بعد؟ اشكر 200 شخص حضرنا كل الوقت كونتينوسلي. بدي اشكر كل العالم اللي عامل سبسكريبشن على اليوتيوب شانل تبعي. بدي اشكر كل حدا مأمن بقضيتي، وان الله راد ايدي بايد نرجع نرد لبنان احسن من مكان، بلا ما نتكل على الدوله لانه مانا موجود. طيب نرجع نكفي برمي هيك سريعه قبل ما نقول لكم باي، ننقل على انستغرام وعلى فيسبوك ونعمل شيرنج لكل شيء صار اليوم. وبنلتقى ابتداء من بكره ببرمي بالضيعة وبسوق مثله لشهر الجاي. نعمل شيء بعد مارك؟ يلا برمي. يلا مندوق شو بدك تذوقيني؟ يلا سيترون جنجنب. سيترون جنجنب. عندنا عندنا حامض وزنجبيل لافاند ومشمش. هو طيبين مع شافة لحمة. فيري نايس. شيء كثير حلو. مربى انكونفنشنال. Thank you.
كتير طيبين. سوبر. كالات اوليف. بعد. سوري. بدنا ندوق الكشك. هيدا الكشك اللبناني على اصوله. مع شو عملتي؟ مع قورمة وثوم. كتير طيب. كتير طيب. عندك قورمة وثوم غير شكل. ثانك يو هلا. اماندا. هاي. اماندا البوست، اماندا سوشيال ميديا، اماندا ميد باي نيتشر، هي مسؤولة عن ميد باي نيتشر، اماندا الاوردرز، اماندا كل شيء. اماندا الاجرتين الباقيين تبع كرسي اللي اسمها نيتشر. مزبوط؟ اول اجرتين معك؟ لا، اوسكار. انت ماشي. ايه هو براند امباسادور. هو بس هيك على الاسم. طب خلينا نخبرهم شوي عن الماركت، قديش اخذ شغل، قديش اخذ تعب، قديش جمع ناس، قديش اللي عملينه فولو اب، كم ستاند اليوم، امتى رح نرجع، هيك خبرينا شوي يور اكسبيرينس. يس سو صرنا كثير عم نحضر على هذا الماركت، صرنا من جون يعني جون 20 لما عملنا الماركت اللي قبل، عم نفكر كيف بدنا نحسن، كيف بدنا نطور، لانه ات واز يعني ثانكس جاد ات واز سكسس. فكان عبالنا انه قد ما كان عالم contacting us وعم يحكوا معنا وهيك، سو كان عبالنا انه نعطي فرصة لناس اكثر. فنحن هذيك المرة كان عندنا 54 عارض، نحن هلا 80 عارض، سو هيك وعندي waiting list بعد شي 30 عارض. فعم نجرب قد ما فينا to shuffle الكل، نقدر نساعد الكل. رح نرجع بعد شهر تقريبا، هو عم نعمله مره بالشهر لحتى هيك نقدر catch up on the seasons، يعني كل سيزن يكون عم نغير قصص. مثلا هذيك المره كان سيزن بطيخ، هلا شوي قربنا صوب الكرز. فهيك شو كمان بدك اقول لك؟ بنقول لهم ايمتى رح نرجع نلتقى فيهم؟ بعد شهر. بعد شهر. مش عم بفهم هذه الست ايام عندنا اربع مرات. شو؟ بدك اقول لهم كيف منقي الدات؟ ايه بدك نقولها مثل ما هي مثل ما هي؟ لا اي متى فاضي؟ ما هو انا بتطلع اي متى فاضي، نرجع بنطلع انتوني اي متى مش مسافر. هو لازم يخبر اي متى نكس دايت مش نحن. وقعنا. طيب راح اكفي للاخر. سالنا اي متى نكس تايم طيرت. راح اكفي للاخر ونقول انه اليوم بعتقد من اطول اللايفز عاملينهم بتاريخ مبارك مؤنس. اربع ساعات اوريدي. واقفين على مثل ما شايفين على اجرينا، فيكم تروحوا تحضرون كله، رح نعمل لكم بيست اوف ابتداء من بكره. بس فيني اقول لكم انه ظهري مش حاسس فيه، فلازم نقعد بعد شوي. هيك نفرجي هيك شوي الاجواء، يعني عن جد حكينا عملنا انترفيو مع الكل، ما نضطرنا حدا، ما شلنا حدا وما نسينا حدا، وكل واحد من العارضين هلا بيقدر يشيل البارت تبعه ويستعملها هو على السوشيال ميديا، بالاخر هذا كونتنت للكل. اجواء هيك رح نفرجيكم اجواء. وعدناهم يفوزوا. يلا في بوب كورن هلا صار كمان. كيف بتفوت لجوا؟ من ورا. بدك اهم شيء تفاجئهم البوزه عم تنزل مطر كثير. يلا بدك اياها بكاب او بكورنيه؟ بكورنيه. يلا صحتين تكرم عينا.
خبري شو لك شوية فرينكلز. بيوتيفل كثير حلوة. قلت لي هوم ميد كلها انت بتعملهم؟ يس وجلوتين فري. اخذنا صورة. فيري نايس. نحن عند تيست ويز. تيست ويز هيك بتدوق اللي كويس. برجع لك هلا تترك فيري جود لاست امبريشن وما يقول انه ما باكل وبطعمه. انا بشرب جوت تفاح كثير طيب. بوزه ما اوكي من هون لكم باي. شكون انبسطتوا 4 ساعات معنا؟ اذا كنتوا كوين ما كنتوا بالعالم عشتوا 4 ساعات بلبنان بهالاجواء كثير حلوه. اذا كنتوا انتوا بلبنان وبعدكم بالبيت شو عم تعملوا بالبيت؟ شو بعدكم عم تعملوا بالبيت؟ يلا ان الله رد رجعنا نلتقى بشهر الشيف بايفنت جديد. و ثانكس فور ايفريون. ميرسي لكم ميرسي لكل حدا دعم وان شاء الله يكون الكل عم ببيع كفايه تيرجع ما تحكي هالقد على وجهه وتروح حطينا وزرعنا بس ما قد ما بنقدر بهالنهار العظيم بلبنان والعالم. من لبنان احلى بلد بالعالم. من لكم اوروار باي.